الاسنان جميله الحقيقه، حوار الاسنان دايما جميل جدا. بصوا بقى، يعني في دراسات جميله قوي متعلقه بالاسنان. النهارده حوارنا ساحن وانه مهم جدا. تاي دايموند واحده من الحاجات اللي بننفرد بالحوار فيها، والنيفيدنت، لكن هنتكلم على انه في علاقه وثيقه بين القلب السليم والاسنان النظيفه. شوف كان زمان يقول لك ايه، الجسم السليم في العقل السليم، ولا العقل السليم في الجسم السليم. هذا صح، لكن ده كمان دلوقتي القلب السليم في الانسان اللي اسنانه سليمه، اسنانه نظيفه. طبعا ده مفهوم جدا، لانه الانفكشن و الاورجانيزم او الجراثيم اللي موجوده في الاسنان ممكن تسيء لعضله القلب ورسومات القلب، بل وتسيء للشريان التاجي نفسه، تؤثر على الشريان التاجي نفسه، ده في منتهى الخطوره. برضو السجاير الإلكترونية بتؤثر على صحة الأسنان. خلي بالكم من السجاير الإلكترونية، طلعت موضة كتير جدا من الدراسات اللي اتعملت. ده اتعمل في أمريكا، الدراسة دي اتعملت في أمريكا، اتعملت في الفيدرالية الأمريكية على 400 حالة لأمراض بالرئة نتيجة عن السجاير الإلكترونية. لقوا أنه الأسنان بتاعتهم كلها في مشاكل كبيرة. طب يدي الأسنان بالوصفات اللي عبر الإنترنت ده ممكن يتسبب في حروق في الوش، مش في عروق بس، في اللثة، ده حروق في الوش، تلاقي الشفايف وداخل الشفايف بتتحرق، ده حرق. فما تبيضش سنانك إلا في منطقة في عند دكتور سنان، لكن من خلال وصفات ما تضمنلكش. حوار النهاردة مثير وممتع جدا، في منطقة تكنولوجية، في منطقة up to date، القرن 21 22 27 النهاردة، في حواري مع ضيفي العزيز الأستاذ دكتور شادي علي حسين. كل الطب مبني على الدياجنوز، تشخيص. إهمال الأسنان كارثة يا دكتور أيمن، وتشخيص الأسنان حاجة في غاية الأهمية. ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان. حشوة تجميلية يعني إيه؟ يعني إيه كلمة حشوة تجميلية؟ طالما لسه ما وصلش للعصب يبقى نسميه العلاج التحفظي. دايما الناس بتهمل الاسنان في المرحله دي. عالم طب اسنان الاطفال بقى عالم مهم جدا. شهره القشره التجميليه في الغرب اكتر كتير جدا من موجوده في مصر. تحضير القشره التجميليه هو اصعب تحضير في تركيبات الاسنان. مفيش حاجه اسمها قشره من غير تحضير. في ربع ساعة بتخلص الزرع. أنا يا دكتور هخش لك العيادة، هطلع من عندك فاضي ولا بسنان؟ هتطلع بسنان، بس في الأول وفي الآخر أنت ماشي بسنان أحسن من اللي دخلت. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. تاي دايموند تاي فليكس، بدأت الناس تحفظ، أنا بدأت أحفظ بصراحة. تاي دايموند، اسمحوا لي ان ارحب بضيفي العزيز الاستاذ دكتور شادي علي حسين. اهلا بيك يا دكتور ايمن، اهلا بيك. تاي دايموند فرضت نفسها مبهره، هبلت الناس. لا، انا بصراحه مبسوط منها جدا. انا فرحان، يعني عارف اللي هو ايه، تحس ان انت بتعمل حاجه في القرن فعلا ال 27، يعني فيوتشر. فيوتشر. هي 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 الجميل في ايه يا دكتور ايمن؟ خلينا نرجع لورا كده ونفتكر مع بعض من ساعه ما ابتدينا في 13، كان في 13 تقريبا 2013. كان اول ما اتكلمنا، اول حاجه دخلناها كانت الاي ماكس. يس. كويس، واللي هو الليثيوم دايسيليكيت اللي هو البورسلان الزجاجي. كويس، وكنا كان انوفيشن رهيبه جدا، وكنا طالعين بيه السما، وكنا مبسوطين جدا، والتكنولوجي، وان البلوكات بتيجي من المانيا، وان هي بتيجي البورسلين هاي كواليتي، وبيجي البلوكات بنخرطها بدل ما كنا بنبني بورسلين هنا، والكلام ده كله كنا مبسوطين بيه جدا. وبعدين ابتدت تقابلنا مشاكل القوه. كويس، القوه ان انا النهارده عملت بيه تركيبات حلوه وابتسامات جميله لناس عندها اسنان، السنان فيها مشاكل، ولكن في سبورت، في سنه انا اقدر احمل عليه. وبعدين ابتدت الناس الاكسبكتيشنز او الديماند والرغبات في أفضل. في التكنولوجيا وتوقعهم مننا. وكنا بنقعد نهزر ونقول الناس فاكره ان احنا بنطلع ارانب من تحت الطاقيه. فصحرا صحرا
التاي ديماند دي صح سحر. وهذا هقول لحضرتك ليه. فخليني فلما نمشي على نفس التراك تايم لاين، انا بحب دايما اخد تايم لاين عشان اعرف انا كنت فين وبقيت فين وعايز ابقى فين. فجيل الناس كانت مبسوطه قوي، فطلبت من تطلب مننا ان احنا نعمل كباري بالاي ماكس. فوجئنا ان القوه بتاعته ما تسمحش ان احنا نعمل بيه كوبري. فابتدينا ندور على بدائل، والعالم كله احنا ماشيين مع تكنولوجيا العالم، ابتدت تطلع الفول اناتوميكال زيركونيا او اليو تي ام ال. ابتدينا نتكلم الكلام ده كان في 2017 يمكن، ده زيركونيوم 2016 2016 اواخر 2016 ابتدينا نتكلم على الالترا ترانسلوسنت زيركونيا او الالترا ترانسلوسنت مالتي لاير زيركونيا اللي هو اليو تي ام ال. وبرده كانت انوفيشن جميله جدا ان احنا نعمل زيركونيا كانت شكلا ما اضافتش زياده عن جمال الاي ماكس، بس حققت سبيكترم اعلى او مجال اعلى للناس اللي ما عندهمش اسنان خلفيه عشان هي صلابه عشان الطحن. بالظبط. فلما قعدت شرح، فاكر لغايه دلوقتي حلقاتك فيها لما قعدت تشرح للناس فكره الفيزياء والقوه الصلابه واللود الحمل والطحن والخلفي ازاي الطحن فيه محتاج اكتر. فاصبح انا الاول كان الناس ما عندهمش يعني، كان الاول التباشير والحاجات اللي كنا بنشوفها زمان دي، فابتدت الاي ماكس غير فكره التباشير من التباشير للؤلؤ لو تفتكر كنت بقول لك سنان التباشير والسنان اللؤلؤيه. وبعدين بعد كده ابتدينا ان احنا نغطي كمان الناس اللي عندهم فقد جزئي للاسنان الخلفيه عن طريق الزيركونيا الشفافه اللي بالكمبيوتر. فعالجنا تقريبا 80% من البوبوليشن او 80% من الناس اللي راغبين في علاج الاسنان. كان بيجي لنا بقى مرضى عندهم فقد مش اسنان بس، فقد اسنان وعظم. فكان الحل دايما ان احنا نعوض العظم المفقود علشان اقدر اعوض الحجم ده، عشان اقدر اسبورت الوش، عشان اقدر اسند الفم وارجع الشكل الوش للشكل الطبيعي بتاعه، فمحتاج اطلع لبره. فالزيركونيا قويه بس ما تقدرش تطلع بره محيط الفك علشان خاطر الفك نفسه تراجع مع فقد العظام. فابتدينا طب كنا بنعمل عمليات حوض وبناخد دايما، والنبي معلش الحته دي دايما بحس ان الناس مش هتفهم حته ان الزيركونيا ما يقدرش يطلع بره محيط الفك. معلش ننزل للبسطاء عشان افهمهم يعني ايه محيط فك. بص حضرتك يعني انا لو بصيت كده مثلا على الكوبايه وانا عايز احط هنا لوح ازاز كويس، فطالما انا محمل على حافه الكوبايه كويس، اللوح الازاز ده سبورتد كويس جدا مش هيتكسر تمام، مسنود كويس جدا. لو طلعت بره الكوبايه بره لبراها وعلى الهواء وقمت ضاغط، لوح الازاز ده هيتكسر. فكل ما هو زجاجي ما ينفعش تطلع بيه من غير ما يكون مسنود. تمام. فده مشكله الزيركونيا والاي ماكس. انا ما اقدرش اعوض بيها فقد عظمي، تراجع العظم الخلفي، ان انا محتاج ارجع الوش لبره، محتاج احط السنان دي لبره، خصوصا مع كبار السن العظم هنا بيرجع لجوه. والله يا دكتور ايمن والصغيرين كويس. فالفكره في ايه؟ التيتانيوم بقى ادانا القدره ان انا ما احتاجش ان انا كنا الاول بنعمل ايه، انا عندي الحته دي مفقوده فكنا نقيس القطر بتاع الحته دي قد ايه، وعايز حدود حصان كده، حاجه على شكل حدود الحصان احطها لبره عشان تطلع العظم لبره، عشان بعد كده ازرع واحط التركيبه لبره. تمام. فكنا بناخد شكل حدوه الحصان ده من عظمه الحوض، كنا بندخل المريض البنج كولي وناخد الحته دي من عظمه الحوض ونركبها، وبعد 6 شهور تلحم مع عظم الفك ابتدي ان انا ازرع وابتدي احط عليها الزيركونيا. فابتدينا نفكر بشكل عكسي، هو احنا بنعمل ذراعه الفك ليه؟ لما علشان خاطر لما يكون مفيش عظم خالص، دي اول سبب، وعلشان خاطر لما يكون العظم متراجع لورا عشان ارجع الشكل الجمالي بتاع الوش. فكانت دي جراحه تجميليه بتاع جراحه وجه وفكين. كويس. فكانت كوستي، تكلف المريض فلوس كتيره جدا، كانت عمليه مؤلمه مش سهله يعني، المكان اللي خدت منه العظم ده بيوجع. يعني عمليه عمليتين، عمليه فوق عمليه تحت، ودخلت عين بين كلي والكلام ده كله، فكانت بالنسبه للعين مش حاجه لطيفه. ف ابتدينا ان احنا نعمل، اول ما عملنا التيتانيوم لا انا بقدر بقى العظم ورا زي ما هو اطلع بالعظم بالتركيبه البره وهي مسنوده على ايه، على الفريم ورك بتاع التيتانيوم، واحط الزيركونيوم بقى على التيتانيوم. فبدل ما انا كنت بحطها اطلع بالعظم، لا انا احطها على التيتانيوم بتاعي في المكان اللي يعجبني. فبالتالي انا
اعدت تشكيل الوش بالكامل. كان على فكره كان التيتانيوم ده كوبري معلق، كانه كابول بطلعه وبعلق عليه. بالظبط كده بالظبط كده. فبالتالي يمكن معانا من ضمن الحالات حاله فقد للفك اثنان الفك العلوي مع عظم الفك. راح راح مفيش عظم. عملنا ايه؟ عملنا للراجل ده فريم ورك زي ما حضرتك شايف كده، الفريم ورك تيتانيوم الاول تمام، صورنا عملنا الديزاين، عملنا الفريم ورك التيتانيوم بتاعتنا والمنظر زي ما حضرتك شايفه كده كويس. ده كان عنده الفك العلوي والفك السفلي الاثنين فيهم مشكله. المنظر الفيديوز يمكن من ضمن الحاجات انا بقيت بصر جدا جدا، شايف المنظر قبل والمنظر بعد، شايف التراجع بتاع الفك، شايف الارتخاء بتاع الشفه اللي موجود، بتاع الشفه العلويه بالذات اللي موجود في الفم. الديزاين مهم قوي، تصميم مهم قوي. الراجل ده حضرتك هتشوفه هتقول عليه في اواخر الثلاثينات في اول الاربعينات بعد، خصوصا هو بيتكلم وهو بيضحك. انما لو حضرتك ليه؟ علشان ارتخاء الشفه العلويه مع السن بيؤدي ان الفك السفلي هو اللي بيبان والفك العلوي ما بيبانش، فده بيحصل مع عنصر الجاذبيه. فاحنا بنقصد ان احنا نطلع بالاسنان لبره علشان خاطر اقدر اعمل تركيبه تخلي الاسنان دي تطلع من غير سبورت، تطلع من غير ما تتسند. فصغر الشخص ده 20 سنة. أنا مش بس هعمله ابتسامة، برفع وشه، أنا هعمله عملية تجميل بالظبط، فيس ليفت. فيس ليفت صعب، فيس ليفت في الميدل فيس. أنا هجمل الوجه عن طريق التركيبة من غير ما أضرب مشرط في الوش. من غير ما أخلي المريض ده يعمل أي عملية تجميل هيبان أصغر 20 سنة. احنا عاملين الكامبين بتاعتنا هتصغر 20 سنه. كويس، هتصغر 20 سنه ليه؟ لان ده واتس ريلي هابنز. كل سنه كل 10 سنين الشفه بتنزل 2 مللي. ال 2 مللي دول بيكشفوا الاسنان السفليه وبيغطوا الاسنان العلويه. فبالتالي اصبح المريض بيبقى مكشوف عنده 6 مللي وهو في سن الثلاثين. لما بيوصل أواخر الخمسينات الستة ملي دول بيختفوا بالكامل وبيظهروا ستة ملي تانيين في الفك السفلي. أنا النهاردة هقدر أعمل تركيبة أخلي المريض يبان عنده ستة ملي في الفك العلوي. فبالتالي هيصغر 20 سنة. هم 4 عشان بس نبقى صادقين. 4 ملي. 4 ملي. كويس؟ فدي العشرين سنة. فالفكرة في ايه؟ يمكن معايا حالة تانية very remarkable او ملفتة جدا. ليه بقى؟ لان الحالة دي هو عنده اسنان سفلية وما عندوش اسنان علوية. الاسنان السفلية باينة وواضحة بشكل كبير، يمكن هبان في الصورة، هو الاسنان السفلية موجودة والاسنان العلوية مش موجود. انت منقي كمان حالتين صعبين، الوش نفسه وش مصري مصري، هو ده هو ده بلدنا، وش صعب تقيل هيفي فيس، نسميه هيفي فيس. هم الحقيقه الاثنين سعوديين. والله ماشي، ما العرب برضه وش عربي، وش عربي الوش عربي هيفي فيس بالظبط. فالمريض كان الفك السفلي موجود شايف، الفك السفلي اسنان موجوده، الفك العلوي الاسنان مش موجود. فباينه قوي وريماركبل قوي الاسنان بتاعت الفك. وعايز اقول لك بقى في الصوره دي هو كان عامل تركيبه سيئه على بعض الاسنان القصيره، فهو بيضحك كده وعنده اسنان بس مش باين. انت فاهمني؟ ابتدينا نعمل ديزاين، عملنا زراعات بتاعتنا عادي جدا، ما عملناش زراعه عظم، ابتدينا نعمل ديزاين ان احنا هنطلع الفك العلوي لبره. هنطلع الفك العلوي لبره، بص حضرتك وهو بيضحك اصبح باين عنده 4 مللي. بدأت تشتغلوا الاول على العلوي، هو العلوي انا ما عملتوش غير العلوي، انا عملت العلوي بس. ليه ما يعمل السفلي كمان؟ لا، ما السفلي كان كويس، الاسنان الطبيعيه كانت موجوده كويس. شايف حضرتك الفرق؟ اولا تحت مش باين اي حاجه من الشف، فوق بان شف، تحت الجروفز او النتوءات اللي موجوده الصوره دي بعد التركيب مباشره، الراجل ده بعد شويه كمان ابص الاقي النتوءات دي اختفت. خلي بالكم ان الصوره اللي تحت سبعينات، الصوره اللي فوق 50، هو فعلا صغر بتاع 50 سنه، 20 سنة. كويس. لما بيتكلم سبعيناتي تحت فوق 50. ايوه، فلما بيتكلم
شكله باين اصغر بكتير. ده الفاليو بتاعه التيتانيوم. عندي برضو حاجه تانية مهمه جدا من الفاليوز المهمه جدا او الموسول الكبيره في التيتانيوم، ان انا اقدر اضبط عضله المريض. احيانا كتير جدا مريض يروح يبقى عنده ارتفاع السنان قصير او الطرابيش المعموله قصيره، فعايز اطول طول الطرابيش دي بحيث ان انا اقفل العضه واخلي المريض يعرف يمضغ كويس. السنان اللي ورا ما بتقعدش على بعض لاي سبب من الاسباب، حاجه خلقيه، حاجه تركيبه وحشه، اتخلعت السنان ولفت وبعدت عن بعضها، واتيفر الكوز ايه، اسباب متعدده، ما تقدرش تطلع بارتفاع اكتر من ارتفاع السنه الطبيعيه اللي هو 8 ملي 10 ملي بكتير، تنزل 14 ملي. ده تبقى انت يعني عملت اللي ما يعمل عشان تنزل بالسنه بطول السنه بعيد عن الايه، عن السبورت بتاعها اللي هو ذراع القوه. لما بنعمل تركيبات تيتانيوم بقدر اوصل بيها لحد، لان انا بعمل التيتانيوم الاول وبغطيه بعد كده بالزركونيوم، اقدر اوصل لحد 22 ملي. فاقدر اقفل العضه في الفك الخلفي تماما. فاذا احنا قدرنا ان احنا نغطي الفول سبيكترم بثلاث حاجات يا دكتور ايمن. لما نيجي نقسم بقى انواع الحالات والانديكيشن او الحاله اللي محتاجاها العلاج بتاعها والفوائد اللي انا خدتها من كل ماده. عايز اعمل قشره تجميليه، واحد عنده سنان، سنان لونها وحش، شكلها وحش، فيها بقع سودة، فيها بقع بني، فيها خطوط صفرة، فيها خطوط بيضة، مش عاجبني شكلها، فراغات، فراغات، هعمل له ايماكس. مريض تاني عنده فقد جزئي لبعض الاسنان وهعمل زرعة او هعمل كوبري على قد سنتين ثلاثة، يبقى هعمل له الترا ترانسلوسنت مالتي لاير زيركوني. مريض ما عندوش سنان شتان في الفرق ان انا اعمل فك كامل بزيركونيا، او طبعا ايماكس مستحيل ده يتكسر تاني يوم، زيركونيا او تيتانيوم. هنا وهنا تيتانيوم اعلى كتير في الفوائد باي فار، باي فار التلاتة موجودين، بس كل واحدة ليها مميزاتها. عايز تزرع فك كامل ما تفكرش انك تعمل زيركونيا دلوقتي. التيتانيوم كان زمان احنا كنا بنعمل زيركونيا بس ما كانش عندنا حل تاني. انما النهارده زراعه الفك الكامل احسن علاج ليها، مش هقول العلاج الوحيد عشان ما حدش يزعل مني، عشان الناس كانت زمان بتزعل مني لما اقول ما تستخدموش الزيركونيا في الفينيرز وما تستخدموش الكومبوزيت في الانتيريرز، كانت الناس بتقعد تقول شادي بيقول ما تعملوش كذا. فبدل ما نقول مش هنتعمل، بس احسن علاج، انا ما بنقولش احسن بس. تعويض للعلاج لتعويض الفك الكامل على زرعات هو التيتانيوم. فبالتالي احنا قدرنا نوصل جميع الفئات العمرية وجميع الانواع العلاج للأوبتيمم. الصغير عايز يعمل قشرة او الكبير، بس اللي عنده سنان لنا ما ناخدهاش بالسن، اللي عنده سنان وعايز يعمل عليها كفر والسنة تريمة وموجودة او فيها بعض التسوس، يبقى الاي ماكس احسن حل، وحل سريع وبيخلص في جلسة او جلستين. طيب عايز اروح بقى للنافيجيشن تمنتال او النافيدات خدم يعني مع التيتانيوم. التيتانيوم ده تمام. وسيلة طب تمام. هركب الوسيلة دي، هي الاداة، هي المكنة، هي اللي بشتغل عليها. النافيدات عشان ما نلخبطش الناس، ايه هو النافيدنت دي؟ اللي هي رحلة او النص التاني من الرحلة بتاعة الزراعة، اللي هي ان انا اقدر ازرع الاسنان عن طريق الاشعة التفاعلية، او ان انا افضل ماشي على تراك ديورينج الجراحة. ولو حكينا سريعا، انا عارف طبعا الدنيا انا باخد وقت كتير من التعب لو مشينا بتنطلق وبعدين بقى بالحماس بتبقى يعني كل مره بتبقى اكثر حماسا. والله يا دكتور ايمن، عارف اللي بيحمس الواحد اكتر ايه؟ النتائج الفعليه اللي بيشوفها. احنا النهارده دلوقتي احنا بادين تيتانيوم بقى لنا اولموست 6 شهور، مش كتير. التيتانيوم
فرق معانا قوي 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 في النتائج، سرعه نتائج. احنا كانت الناس خاصه اعاده تكوين الفك الكامل كانت بتزعل قوي من ان انا اخد وقت كتير علشان اخلص شغلي. التيتانيوم فرق معانا قوي في الكلام ده، خلصنا بسرعه، خلصنا بنتائج. النافيدنت ده برضه، النافيدنت بقى قصته ببساطه ان هو وفر علينا وقت وفلوس. انا النهارده كنا مبسوطين قوي بفكره ان انا اعمل اشعه مقطعيه واعمل تخطيط قبل الجراحه بدل ما افتح، وده كان بالنسبه لنا الالتيميت، كان او كان اعلى حاجه. بعض الحالات انا النهارده كنت بحتاج اعمل لها دليل جراحي. محتاج اعمل لها دليل جراحي ليه؟ علشان خاطر قريبه من العصب، ماشي ورا الجيب الانفي، عامل تركيبات، عامل حتى جزر العظم يا دوبك بالظبط. فكنا بنعمل لما بيبقى عندي الموضوع تايت جدا كده، فبالتالي بقوم عامل ايه؟ بضطر ان انا بعمل حاجه اسمها دليل جراحي، ان انا اعمل دليل حاجه زي حاجه بلاستيك كده مخرومه بشكل معين، ان انا امشي في اتجاه معين عشان انزل بالذرعه في المكان اللي انا خططته. انما هل انا بيبقى عندي رؤيه للعظم اثناء الجراحه؟ لا، انا بيبقى عندي تخيل لشكل العظم قبل الجراحه، انما ما عنديش رؤيه فعليه اثناء الجراحه. النبي ده انت بقى حقق لنا ده، قدرنا ان احنا نجيب الاشعه المقطعيه ونعمل لها تناسق او تناغم مع الفك بتاع المريض، تطابق. والجهاز عن طريق ماركرز، الحاجات المثلثات السوداء والبيضه دي، بيقدر يعرف الاداه فين والراس فين والسنه فين بالظبط. الفكره اسمها مجسات. حلو قوي الكلام ده. هي مجسات. مجسات فعلا بتعرف اداتي اهي فين، المكان اللي هدخل فيه اهو بالظبط. فالمجس مع مع الهدف بتاعه مع الجهاز نفسه، في كاميرا موشن ديتكشن كاميرا، تقول لك امشي ادخل هنا، تشوف المجس ده، تيجي تقول لك انت بالنسبه للعظم ده انت في الحته دي. فتبتدي نعمل تخطيط للزرعه زي ما كنا بنعمله قبل كده، بس بدل بقى ما بنعمل دليل جراحي، فكان بياخد وقت وكان بيكلف المريض فلوس، كان الدليل الجراحي ده كنا بنعمله للسن الواحده ب 3000 جنيه وللاسنان كلها كان بيوصل ل 6 و7000 جنيه. النهارده ده ببلاش. ليه؟ لان انا النهارده مش محتاج اعمل اي حاجه فيزيكال، مش محتاج اعمل حاجه ماديه علشان خاطر انفذ العمليه، لا، انا مجرد ان انا هحط الزرعه والجهاز شايفني. فخلاص هو الجهاز موجود كويس، واحنا بنقدمه خدمه للتكنولوجيا دايما، احنا بنجيب احدث الحاجه علشان خاطر نقدمها للمرضى بتوعنا ونديهم احدث ما يمكن. فبالتالي ان هو يشوف ان احنا نعمل العمليه دي، يجي نمشي بالظبط بالظبط في المكان اللي احنا عايزينه، فيبقى اسرع، مور سكيور، امن بكتير جدا. انا عارف انا رايح فين، مش هخبط عصب، مش هخبط جيب انفي، مش هدخل في كيس دهني بالظبط. ولو حصل اي متغير اثناء الجراحه هتقدر تتعامل معاه. لا، حته دي ما بفهمهاش. حلو قوي. كان بيجي ساعات نعمل تخطيط، انا بخطط على الاشعه، اعمل تخطيط ابص الاقي ان العظم، ان فتحه الفم صغيره جدا، ما مش هتبان في الاشعه، مش باينه في الاشعه فتحه الفم، فتح بقه قد ايه، اقصى فتحه مش بتبان في الاشعه. فلاقي ان المريض بقه بدل ما المفروض يفتح كده فتح كده بس. فانا مثلا عامل دليل جراحي اتجاهه ان هو يخش كده، تمام، فالفم مفتوح قد كده، فالاتجاه ده هو اتجاه فعليا مستحيل. يعني حضرتك ادي البق كده، انا محتاج ان انا اخش بمسافه قد كده عشان اقدر ادخل دي. محتاج ان انا اخش بمسافه قد كده، والمسافه عندي قد كده، فبالتالي انا محتاج اغير الاتجاه اللي هخش منه. خلي بالك الاشعه المقطعيه ما ترسمليش البق بيفتح قد ايه، توريني الفك العلوي، الفك السفلي بس. فدي احد المتغيرات اللي كانت بتحصل معانا اثناء الجراحه، ابص الاقي نفسي مش عارف استخدم الدليل الجراحي اللي انا عملته. خلاص، ما هتخش ازاي في الدايركشن ده؟ الاتجاه ده مش تعرف. خلاص، ما انت هتخش مستحيل. فتبتدي لو انا بقى في الوضع ده، انا جاي داخل من الاتجاه ده لقيته مستحيل، طب اخش من الاتجاه ده، فاهم؟ وعارف انا رايح فين، برضو الجهاز هيقول لي انا رايح من انهي حته. طب نقطه تانية، احيانا بيبقى في بعض الناس عندهم اعوجاج في الفك كويس، فتبص تلاقي ان انت المكان اللي انت حطيته في اتجاه هتحط السنان في الاخر
مش في الاتجاه اللي انت كنت متخيله. يعني الميد لاين او خط النص بيبقى عاده متناسق مع خط النص بتاع الفك, يعني خط النص بتاع الوش متناسق مع خط النص بتاع الوش. ساعات الناس عندهم تاكل جزئي جنب اكتر من جنب, فتلاقي الفك كله مرحل شمال مثلا. فلو انا حطيت السنان على الاشعه بنحطها ان هي مرحل شمال. كنا بقى بنتفاجئ بالكلام ده فين؟ بعد ما نيجي نحمل كويس. وكمان ما اقدرش ان انا ارحل الناحيه دي لان انا هحمل على الهواء والزيركونيا ما يكسر. دلوقتي لا, انا والله لقيت البلاننج بتاعي او البلاننج بتاعي فيه اي مشكله, دي الجراحه ان هو مرحل, اقوم جاي عامل ايه, اقوم رايح مغير الاتجاه وانا جوه الجراحه وشايف وهعمل في الاتجاه المظبوط وهعمله تايتانيوم هسبورت الوش, يبقى انا حليت المشكلتين بالنافيدنت وبالتاي دايموند. انت بتمتعني والله بحوار. اجمل حاجه ان انت اكتسبت لي نظريه مهمه جدا في العالم الطبي, مش في عالم طب الاسنان بس, انه الايمان بالتكنولوجيا والعمل عليها واستخدامها وتعلمها والتعلم ليها شيء مهم جدا للتقدم. الحماس لطرحها رغم صعوبه الطرح وتعقيداته, كل ما يكون الحماس اعلى كل ما بيدخل قلوب الناس وعقولها. يعني انت طالما انا بدات افهم, الناس بدات تفهم ان طب الاسنان في النهايه ما هو انا مش طب اسنان, فانا بدات افهم اكيد الناس بدات تفهم وكل مره بيفهموا اكتر رغم ان انت بتكلم صعب والله. ضيف العزيز المبدع دائما الاستاذ دكتور شادي علي حسين, نورتني واسعدتني, خليكم دايما معك. الله يبارك. اهلا بكم في واحده من حلقاتنا الممتعه دائما دائما. النهارده مع ضيف مهم جدا والموضوع مهم جدا, بس خلينا اقول لكم انه برضو في حدث مهم قوي في فلسطين الحبيبه. اول حالتي ولاده لطفلين من ابوين ولد بتقنيه الحمل المجاري. يعني الله, ده حاجه جميله. شوف العلم جميل ازاي. الابوين اساسا اتولدوا بالحمل المجاري, النهارده الطفلهم موجود في الحياه. خلي بالكم انه ده معناها ان احنا وصلنا بقى لمرحله الاطمئنان التام الى انه الحمل المجاري ليس له اي تاثيرات نقدر نقول عليها ريموت متاخره التواجد. ريموت يعني كلمه في الطب بتخوف الناس جدا الطبيين. الريموت كومبليكيشن. ايه هي الريموت كومبليكيشن؟ انه تقنيه ما ندرسها على المدى القريب فما نجدش ليها اي مضاعفات ولا ليها اي مشاكل, بس ننتظر على المدى البعيد. ايه مشكله المدى البعيد؟ انه عامل الزمان هنا مهم قوي, انك بتنتظر ان الناس دول يكبروا ويبقوا ازواج ويخلفوا فنشوف الاولاد بتاعتهم كاملين ما فيهمش اي عيوب خلقيه, ما فيش اي مشكله خالص على المستوى الجيني على المستوى الكروموزومي, كل الامور منضبطه, يبقى احنا كده ضمننا ان ما فيش مضاعفات جايه على الريموت كومبليكيشن, المضاعفات على المدى البعيد. الناس اللي في الطب يعني اهل الطب عارفين كويس جدا انه دراسه المشكلات او المضاعفات المتطوره على المدى البعيد هي اصعب انواع الدراسات. عايزه زمن ودراسه وعايزه متابعه وان احنا نحتفظ بالحالات دي كونكتد معانا ونتواصل معاهم, والمساله قد تاخد 30 سنه و25 سنه من المتابعه, فالقصه دي مهمه قوي. اللي طبعا طالب الشراونه ده 67 سنة, معركة طويلة استمرت 3 عقود في سبيل الإنجاب, تمكن سنة 97 من إجراء عملية الحقن المجاري ورزق بثلاث توائم, وهم محمد طالب الشراونة وشقيقه يحيى, وده عام 98. وطبعا جه بعد كده الاثنين رزقوا بأولاد طبيعيين جدا. قصة المهمة دي تخلينا أقول إن سبحان الله العلم بيدي حاجة بفضل ربنا سبحانه وتعالى, وربنا سبحانه وتعالى أعتقد أنه من منحه أنه بيكافئ طالب العلم, بيكافئ اللي بيصدق العلم, لأنه إحنا في عالم الأسباب وربنا ادانا المثال لهذا الأسباب. أنا عايز أقول لكم يعني ناس اللي لسه بتفكر تقول لك هو الحقن المجهري ده يعني مطابق لإرادة ربنا, أكيد مطابق لإرادة ربنا, لأن ربنا سبحانه وتعالى خلانا نعتقد إن إحنا عايشين في حياة الأخذ بالأسباب. أكبر مثال لكده سيدنا أيوب عليه السلام لما ابتلي, لما بدأ يخرج من الابتلاء, لما بيفكر بقى بعد الصبر إنه يسأل ربنا, ربنا سبحانه وتعالى أمره بإنه يضع أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ما ربنا كان قادر إنه يقول للأمر كن فيكون, بس هو
بينقل لأيوب عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ولكل البشرية أنتم في عالم الأخذ بالأسباب فخذوا بالأسباب. ده أمر إلهي وده مهم جدا. من ينكر هذا يبقى بيخرج خارج الناموس الإلهي عكس ما هو معتقد. بالعكس ده ما بيمشيش وراء إرادة ربنا اللي بيقول لك يا ابني امشي بالأسباب، يا يعني يا عبدي امشي بالأسباب. ده كلام ربنا لعباده. النهارده بقى حوار زي ما قلت لكم ممتع جدا مع قيمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم الحقن المجاري وعالم الأخصاب المساعد وفي عالم النساء والتوليد وعلاج العقم أكيد عند الزوجين، الاسم الكبير في هذا المجال الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الحقن المجاري يعتمد على شخص واحد. هل تشوهات الحيوات المنوية تلعب دور كبير جدا في فشل الحقن المجاري؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس الحمام المنوي. تشوهات الرحم منها ست مولودة بيها ومنها نتيجة لتدخلات خاطئة. هل أوراق النتيجة لهذه الدرجة تؤثر على الحقن المجاري؟ جميع الأورام النتيجة يمكن استصلاحها. الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، زميل جامعة كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبية بألمانيا، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم. اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن الاسم الكبير وطبعا استشاري الحقن المجاري وأطفال الأنابيب وصاحب دكتور أمراض النساء والتوليد. نورتنا وشرفتنا ويعني خطوة عزيزة، ولو أن خلاص أنت ما بين اسكندرية والقاهرة يعني بقيت نص الأسبوع هنا ونص الأسبوع هناك ولا إيه؟ أنا بشكر حضرتك جدا دكتور أيمن. يعني مش نص الأسبوع ولا نص الأسبوع، هو يومين في القاهرة والباقي الأسبوع في اسكندرية. ده الأصل يعني. طبعا لكن يعني وحشتونا جدا والله، بقالنا الحقيقة مدة يعني. ده شرف كبير لينا هذه الزيارة. النهاردة عندنا الحوار منقسم إلى قسمين مهمين. هبدأ الأول بالحقن المجاري وأسباب فشله، ثم نذهب إلى الكيسز الحالات التطبيقية. فالحقن المجاري في حاجة مهمة جدا دلوقتي بتواجهنا في اسباب فشل الحقن المجاري. صحيح ان في كلام متعلق بالمركز، مركز الحقن المجاري نفسه، في حاجات متعلقه بالدكتور، لكن في الامراض المناعيه او مشاكل الجهاز المناعي وامراض الرحم بتحط نفسها في مقدمه المشاكل، صح كده؟ ده صح 100%. اولا عشان نقول فشل الحقن المجاري، هو الحقن المجاري فيه هرم له ثلاث اضلاع رئيسيه، بويضه وحيوان منوي وبطانه رحم. اي سبب يؤدي الى خلل في هذه المنظومه في البويضه او الحيوان المنوي او بطانه الرحم بيؤدي الى فشل الحقن المجهري او يؤدي الى الاجهاض المتكرر بعد الحقن المجهري وعدم ثبات الاجنه في تجويف الرحم بعد اجراء العمليه. فالاسباب كتير جدا، في اسباب تتعلق بالحيوان المنوي سواء كان اسباب تتعلق بالعدد او بالحركه او بالتشوهات او بالدي ان ايه المكون الرئيسي في الحيوان المنوي، او اسباب تتعلق بالبويضه سواء كان عدد بويضات قليل او في عيب كروموزوميه في البويضات او يكون في تشوهات في شكل البويضات، او في اسباب تتعلق ب بطانه الرحم او تجويف الرحم او المكان اللي هتزرع فيه الاجنه زي ضعف بطانه الرحم او تبقى بطانه الرحم ضعيفه جدا او سمكها مش السمك المطلوب او شكلها مش الشكل المطلوب او الوظيفه الفسيولوجيه بتاع بطانه الرحم لاستقبال الاجنه مش موجوده. دي اهم حاجه في الموضوع. في اسباب تشريحيه زي الحاجز الرحمي او التشوهات الخلقيه في تجويف الرحم او الحاجز الرحمي او اللحميه او الاورام الليفيه او الالتصاقات، دي كلها كل واحده من دول عايزه حلقات منفصله. اسباب المناعيه اللي هي ما تبقى خافيه شويه عن بعض الناس او بعض الاطباء يعني مهمه قوي في اليومين دول. لكن عملت حقن مجهري وما نجحش، البويضه كويسه، الاجنه كويسه جدا، وعملت مره ومرتين وثلاثه وما حصلش حمل، لازم هنا نفكر على طول في الاسباب المناعيه او الاسباب الكروموزوميه. وهنا ياتي دور الفحص الوراثي للاجنه اثناء او بعد اجراء الحقن المجهري، هيقف لنا على السبب بالظبط وهل الاجنه دي كويسه ولا لا، فيها عيوب كروموزوميه ولا لا، ونقدر ننقل الاجنه السليمه وراثيا ولا لا، بيعزز جدا فرص الحمل بعد اجراء الحقن المجهري.
أو الأسباب المناعية زي الأجسام المضادة الموجودة في تجويف الرحم أو يعني نقص في بعض الهرمونات أو نقص في بعض المواد اللي بتفرز السيتوكاينز الموجودة في طنط الرحم تؤدي إلى انغماس الأجنة جوة تجويف الرحم. الأسباب المناعية بتمثل دور مهم جدا جدا بعد استبعاد كل الأسباب الأخرى التشريحية والفسيولوجية اللي ممكن تأثر على ثبات الأجنة في الرحم. هبدأ الأول بالرحم. تمام. إيه الأشياء اللي قد توجد في الرحم وتعيق تنفيذ الحقن المجهري بشكل جيد؟ وهل الفريق العمل المتابع للحقن المجهري بيبقى عنده الدرجة من المتابعة، عنده الدرجة من التشخيص إنه يقدر يكتشف هذه الأشياء؟ لأن أنا بستغرب، هل إحنا في 2019 داخلين على 2020 في حالات بتعمل حقن مجهري وتفوت حاجات داخل الرحم اللي أعتقد إنه بيئة واضحة من المتابعين أو من فريق العمل ما يشخصوهاش؟ هو بعد إذن حضرتك، هو فريق العمل مهم جدا، ما فيش حقن مجهري من غير فريق عمل. في فريق عمل خاص بأخذ الهيستوري من المريض عشان يقول لنا بالظبط تاريخ المرضي، هو سنه قد إيه، واختيار الحالات لها طوابط محددة، بداية لعمل التحليل المطلوبة للأشعات الثنائيات الأبعاد وثلاثيات الأبعاد ورباعيات الأبعاد والمنظار الرحمي، كل ده بيقوم به أو بتحضير ليه جزء من فريق العمل اللي هو بيستقبل الحالة في الأول، ثم بعد كده تحديد البروتوكول المناسب لكل سيدة، لأن كل سيدة تختلف عن الأخرى في البروتوكول المناسب ليها، بروتوكول التنشيط يعني. فالست اللي سنها صغير لها بروتوكول مخصوص، المتوسطي العمر لهم بروتوكول مخصوص، البوريسبوندر أو الناس اللي هم فوق ال 38 أو 39 سنة لهم بروتوكول مخصوص، ده بيحددوا الاستشاري اللي هو اللي على رأس فريق العمل يعني. بعد كده بيجي بقى الجزء الأهم وهو المعمل، المعمل ده موضوع مختلف خالص، كل المعامل دلوقتي فيها تقنيات حديثة جدا، أو معظم المعامل أو المراكز الكبيرة. المعمل بيقوم بأهم دور وهو انتقاء البويضات الجيدة والحيوانات المنوية الجيدة بأجهزة حديثة جدا، ودلوقتي بقى عندنا المعامل كل معظمها مجهزة بتقنية الكبسول أو الهواء النظيف يعني، فبيدي نسبة نجاح عالية جدا في حالات الحقن المجهري. كمان الحضانات، في تقدم جامد جدا في موضوع الحضانات اللي موجودة جوه معامل الحقن المجهري، زي الحضانات اللي هي الحضانات الذكية وحضانات التدريب الجاهز اللي بتقعد اليوم الخامس، كل دي بتضيف حاجات جديدة جدا وبتزود نسب نجاح الحقن المجهري. بعد كده بيجي دور نقل الأجنة أو إرجاع الأجنة، ودي تحتاج إلى مهارة عالية جدا، تحتاج إنه الطبيب الاستشاري اللي هو على رأس فريق العمل هو لازم يقوم بهذه الخطوة، لأن فعلا دي أهم خطوة في الموضوع، ولها أوقات معينة ولها طريقة معينة ولها أساطر معينة ولها تايمينج معين، يعني اليوم الثاني أو الثالث أو الخامس، أو ممكن تنقل مرتين سيكوينشال امبوتانسفير، دي حاجة جديدة جدا بنعملها دلوقتي، بتعزز فرص النجاح او بتزيد من فرص النجاح، زي ما احنا شايفين اهو على الفيديو ده، ده فيديو رائع جدا عن ازاي بنعمل نقل الأجنة في عمليه الحقن المجهري. بكده يكون انتهى. بيجي بعد كده دور المثبتات او الادويه، في طفره كبيره جدا برضو في موضوع اختيار الادويه اللي هي الروتين فيس سبورت، اللي بتزود جدا فرص نجاح الحقن المجهري في حالات الفشل المتكرر للحقن المجهري. عظيم. يبقى اذا احنا واقفين قدام انه برضو هل في تشخيص المشاكل اصبح ميسر؟ ما عادش في النهارده حضرتك انا ما خدتش بالي، ما في الاجهزه كلها متوفره، كل ثنائي الابعاد وثلاثي الابعاد، ما عادش في كلمه ما خدتش بالي دي. ما عادش فيه، لا خلاص مش مسموح، مش مسموح. طب هو يقول لك طب انا ما عملتش ليه برضه؟ يعني انا عملت حقن مجهري والدكتور قال لي كل شيء كويس ومره واثنين وما حصلش حمل. هنا ياتي دور في شقين في الحته دي، طب انا هحمل تاني لو عملت حقن مجهري تاني؟ في هنا احنا بنحاول ندور على الاسباب ونحلها. الاسباب دي بنشخصها يا اما بالمنظار الرحمي، يا منظار البطني والرحمي مع بعض، يا اما بالسونار رباعي الابعاد. ما فيش حاجه، بيبقى في دور الالهي بقى، ما هو في الاخر في دور الالهي، اراده ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يعني 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 تيجي الاراده دي في وقت معين، في سنه معينه، بعد محاولات معينه، ممكن تيجي لوحدها، واحده تحمل بعد كل المحاولات دي في وقت انها حامل، طبيعي جدا وبنشوفها كتير جدا. فلازم ندي فرصه للاراده الالهيه،
ونؤمن بيها 100%. نصبر نصبر اذا الدكتور كان ثقه، اذا المعمل اللي كان بيشتغل فيه ثقه والمركز ثقه والعيان مطمن ان الاجراءات اتعملت له كلها مظبوطه وبتعمل له كونسلنج على كل خطوه بتتعمل، توجيه وشرح مفصل احنا بنعمل ايه وفي كذا وهنصلح كذا وفي التهاب في بطانه الرحم هنعمل منظار وهناخد له علاج او في لحميه وشلناها، لا ده في انتفاخ في قناه فالوب قبل حقن لازم نفصلها من الرحم عشان ما تاثرش على الاجنه بعد نقل الاجنه، او لو في بطانه رحم مهاجئ، كل ده الطبيب لازم يكون حاطه في اعتباره وواعي ليه جدا ويحضر نفسه كويس ويحضر عينك كويس وما يستعجلش لا هو ولا المريض. على لو كان عايز اعمل حقن مجهري الشهر ده مش حاجه اسمها الشهر ده، في حاجه اسمها تحضير واختيار المريض وعلاج الاسباب اللي ممكن تفشل الحقن المجهري اولا، ثم بعد كده بقى نتكلم في البروتوكول ونتكلم في الادويه المستخدمه ونتكلم في التنشيط يكون ازاي وكل حاله لها بروتوكول مخصوص. الورم اللي في البوجي مان البعبع بتاع الست والبنت تمام وحتى بس في الحقن المجهري هو بعبع فشل الحقن المجهري بالظبط. الورم اللي في جاي عليه كلام كتير جدا جدا، بس احنا النهارده بنتكلم جايد لاينز، يعني النهارده انا يعني انصح السيدات اللي ممكن يكون بيسمعوها دلوقتي يكتبوا بالورقه والقلم احنا هنقول ايه في هذا الموضوع. يعني الورم اللي في بيتشخص سهل جدا حتى بالسونار ثنائي الابعاد، ونقدر نعرف مكانه بالظبط وحجمه وممكن ياثر على الحقن المجهري ولا لا. فالورم اللي في بطريقه بسيطه جدا لو هو صغير جدا حتى سنتي نص سنتي وجوه تجويف الرحم ده لازم يتشال خلاص، يعني ما فيهاش ممكن ده صغير ده لازم يتشال. هنا في الصوره هنا جوه تجويف الرحم عامل مأثر على التجويف، عامل انبعاج في بطانه الرحم في تجويف الرحم من جوه. طب انا يعني هعمل حقن مجهري هرجع عجينه ازاي؟ واضح جدا في الصور هنا الانيميشن ده الورم اللي في مأثر على التجويف. اكثر من الحالات بنبدا حقن مجهري ونفاجئ او يكون بادئه بره وجاي تطمن انه في ورم ليفي في الجدار نفسه ومؤثر على التجويف، ونأجل الارجاع ونجمد كل الاجنه وبعد كده نعمل عمليه بالمنظار نشيل ورم ليفي ونرجع الاجنه بعد 3 شهور، بتبقى النتيجه مذهله كويسه جدا يعني. فالورم ليفي اذا كان جوه تجويف الرحم ايا كان حجمه لازم يتشال. في عضله الرحم نفسها اللي هو الانترستيشيال مايوما لو اكتر من 5 سم لازم تتشال، لو اقل من 5 سم ومش ضغطه على تجويف الرحم مش لازم، لكن لو اقل من 5 سم وضغط على تجويف الرحم سواء كان من فنس من فوق او من الجنب دي لازم تتشال بالمنظار. الورم الليفي اللي في جدار الرحم من بره ايا كان حجمها ومش وسط تجويف الرحم سيبها وانت مطمن جيش جنبها خالص. فده قصه باختصار، ودي الجايد لاينز كلها بتاعت الورم الليفي. لان الورم الليفي ده حتى يقول لك ايه مش مأثر على تجويف الرحم وحجمه صغير بس الست ما بتحملش برضه. في بقى ريموت افكت اللي حضرتك بتتكلم عليه في الاول ريموت كومبليكيشن، فيه ريموت افكت للورم الليفي يعني تاثير متاخر. تاثير متاخر ان هو احيانا يبقى صغير وفي عضله الرحم ومش بيأثر على التجويف لكن بيطلع ويفز بيأثر على حته اسمها ترانسفورميشن زون ما بين تجويف بطانه الرحم والعضله نفسها يعمل فيها انقباضات معينه فتطرد الاجنه. فلو واحده عملت حقن مجهري مرتين ثلاثه وما نجحتش وفي ورم ليفي حتى لو صغير هنا في الحاله دي يفضل ازالته بالمنظار. ده كل ما يتعلق بالورم الليفي باختصار شديد. طيب الجهاز الخاص بالمناعه ده كلمه تقلق وخصوصا في الناس اللي بداوا يتبحروا في المجال الطبي، اول ما تقول لهم في مشكله مناعيه عنده بيخافوا جدا لسببين. الناس عندها اعتقاد انه اي خلل في المناعه ملوش علاج، وارتباط المشاكل المناعيه بالكورتيزون بيقلق برضو نتيجه ان ثقافه المصريين ان الست اللي هتاخد كورتيزون هيحصلها تغيرات كتيره مورفولوجيه هي ما تحبهاش، ده تتخن وزنها يزيد شعرها يزيد في وشها، ده في الاحالات اللي فيها خلل مناعي. عايزين نقف قدام المناعه. اولا موضوع المناعه ده موضوع مش مقلق خالص وما يخوفش الناس خالص. ليه بقى؟ هو في الاخر هنعمل تحاليل كتير جدا وتحاليل مكلفه جدا للمناعه، اجسام مضاده وتي اتش 1 وتي اتش 2 وانتي فوسفوليبيد سندرومز يعني تحاليل هتخش لها في مبلغ ضخم جدا، بس في الاخر هو بيتشخص بحاجتين باي اكسكلوجن ان مفيش حاجه تانية تمنع نجاح الحقن المجهري، وبالتحاليل الغاليه قوي اللي احنا عملناها دي. طب التحاليل طلعت ان هي فيه هنعمل ايه؟ برضه هنلجا للكورتيزون، بس هنا الكورتيزون بيتاخد بطريقه فنيه جدا وبطريقه تدريجيه ولازم يتسحب بالتدريج. وفي ادويه اخرى زي الانترافينس اميونوجلوبولينز اللي هو حقن
الاميونوجلوبين في الوريد بطريقه معينه، او حاجه اسمها انتراليبيد في الوريد برضو زي اللي هو زي المحلول اللبن ده، بيتحقن انت في الوريد بعد ارجاع الاجنه. كلها حاجات بقى ليها علاج، في حاجات احدث من كده هيوميرا وحاجات جامده جدا، بس يعني كل الاسباب المناعيه بقى ليها علاج. بس في الغالب في الغالب بيبقى فيه عوامل اخرى معاها، يعني في الغالب بيبقى فيه اسباب اخرى مع الاسباب المناعيه يجب احنا ناخد بالنا منها، مش هي ما بقاش لوحدها، دايما بيبقى فيها معاها حاجه تانية. فالتركيز في الحاله والتركيز في الاسباب واعطاء الادويه المظبوطه في التوقيتات المظبوطه بيفرق جدا في الاسباب المناعيه. هروح بقى للسؤال اللي بيفرض نفسه بقوه، انه يظن البعض ان الحاله المجهريه عمليه اليه فيها تكنولوجيا، فالمهاره الطبيه فيها بقت محدوده، انه اي حد بدون خبره يقدر يعمل حقن مجهري، لانه زي ما بيقول هو ما كان مشغل نفسه بنفسه. هو الحقن المجهري بيعتمد اساسا على الخبره، مش اي حد النهارده هيطلع يقول انا بعمل حقن مجهري، لان في تفاصيل كتير جدا وفي تكنولوجيا عاليه جدا، ومن اول خطوات وفي ورك شوبس كتير جدا بتعمل في حقن. اكتر برانش بتعمل فيه ورك شوبس وتدريبات ومؤتمرات هو الحقن المجهري. ليه؟ لانه برانش معقد في تفاصيل كتير جدا وفي فيسيولوجي على اعلى مستوى، فلازم الواحد يكون دارس كويس جدا اناتومي الصفه التشريحيه للجهاز التناسلي للست والراجل، ولازم يكون دارس فيسيولوجي كويس جدا، وتطبيق الكلام ده على شغله في الحقن المجهري لازم يكون واخد دراسات كتير، لازم يكون امضى وقت كتير جدا في هذه المهنه. كمان المعمل لازم يكون على مستوى عالي جدا جدا، ولازم يبقى فيه فريق عامل زي ما حضرتك قلت، المعمل مع دكتور الذكوره استشاري الذكوره مع استشاري الحقن المجهري، هم دول اللي بيشكلوا الكور او النواه لاي مركز ناجح او اي طبيب ناجح. فبالعكس الحقن المجهري او تقنيه التاخر او علاج تاخر الانجاب بيحتاج تركيز عالي جدا وبيحتاج خبره عاليه جدا جدا. والتكنولوجيا فيه جامده جدا لا تنتهي. هل سن الزوجين بالفعل يلعب دور مهم؟ طبعا هو اهم حاجه سن الزوجين، يعني كل ما كان الست سنها صغير كل ما نسبه النجاح ارتفعت، كل ما كان السن صغير كل ما بقى عندها فرصه يبقى عندها عدد اجنه كتير، عدد بوادات كتير ممكن ترجع، وعندها اكسترا امبريز او اجنه زياده تقدر تجمدها تعمل بها مره واثنين وثلاثه. لكن لو سن متاخر بالعكس هيبقى بوادات قليله جدا، الكواليتي بتاعتها قليله، مش هتطلع باجنه كتير، كمان استقبال الرحم لهذه الاجنه بيبقى ضعيف، وبالتالي نسبه النجاح بتقل، مش عشان كمان عدد بوادات قليل او اجنه قليله، عشان استقبال بطنه الرحم للاجنه بيبقى ضعيف في السن العالي. فسن المريض مهم جدا جدا، وسن المريض مهم كمان في تجميد البويضات، يعني اللي من دول فيه موضوع كبير قوي اسمه تجميد البويضات، الستات يحتفظوا بالبويضات بتاعتهم عشان لو فكروا ياجلوا سن الزواج يبقوا يستخدموا البويضات دي حاجه مهمه جدا انها بتحتفظ بالكواليتي بتاعت البويضه وهي سنها صغير. حتى لما تيجي ترجعها وهي كبيره في السن شويه اسمها الاحتفاظ بالخصوبه، او والعياذ بالله الناس اللي عندهم لا قدر الله كانسر او حاجه بيقدروا هم يستخدموها بعد ما يتعالجوا من هذه المواضيع. فالسن عامل فيصلي في نجاح الحقن المجهري، مهم جدا. ناس كتير مش فاهمه قيمه الحيوان المنوي في الحقن المجهري انه يكون جيد، الناس عندها يقول لك طب ماشي انا عارف ان في بويضه جيده، لكن حيوان منوي جيد ما هو العلاقه الجنسيه بتتم كويس وفي حيوانات منويه من ناحيه العدد ومن ناحيه الشكل بان كويس. ما هو الحقن المجهري اساسا اتعمل علشان الميل فاكتور، عشان مشكله الراجل، عشان مشكله الراجل. فالمشكله دي مش عدد بس ولا حركه بس ولا تشوهات بس، في كمان الكروموزوم بتاع الحقن المنوي، الدي ان بتاع الحقن المنوي. فمهم جدا 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 ان الدكتور يكون ملم بمواصفات الحيوان المنوي، بالصفه التشريحيه بتاعته، بالحركه بتاعته ازاي، يعني بكل تفاصيله، لان دي حاجه مهمه، ده جزء اساسي. هو هرم تات الله 30% حيوان منوي، 30% بويضه، 30% طنط رحم، دي حاجه مهمه جدا. السؤال المهم بقى، الحاله النفسيه، الحاله المزاجيه، الضغوط العصبيه، يمكن الناس بدأت تفهم تأثير الحالة النفسية على العلاقة الزوجية، على السيكشوال باور، يعني أكيد اللي عنده اكتئاب، اللي عندها اكتئاب ما بتأديش العلاقة بشكل جيد، لكن هل تؤثر الحالة النفسية على عملية تبدو معملية زي الحالة المجهرية؟ 100% صح. يعني الحالة النفسية زي ما بتأثر مزاجيا على العلاقة الزوجية بتأثر في نتيجة الحالة المجهرية. ولما هيجي حد في العيادة يقول لي أنا مزاجي مش حلو أو نفسيتي مش مظبوطة ولا أجل العملية،
أجل عملية ولازم عندك ثقة في نفسك إن ربنا هيكرمك وهتحمل إن شاء الله. دي حاجة مهمة جدا، لأن برضو الحالة المزاجية أو الحالة النفسية بينتج عنها هرمونات معينة أو ريسبتورز معينة بتتأثر بيها، بتنعكس على الهرمونات، بتنعكس على استقبال هذه الهرمونات الريسبتورز بتاعتها اللي موجودة في الرحم. فدي حاجة مهمة جدا، الحالة المزاجية أو الحالة النفسية بتؤثر تأثير مباشر على نجاح عملية الحقن المجهري. وعشان كده بقى في الوقت عندنا حاجه اسمها IVF support، ده اللي هو السبورت الطبي او الفني او السبورت النفسي والمعنوي والسبورت المادي لعيانين الحقن المجهري. ده ثلاث اضلاع، ده حاجه مهمه جدا جدا. السؤال المهم بقى، ايه الحاله اللي ينبغي ان احنا نقولها ما ينفعكيش حقن مجهري؟ لانه اللي هيقول لها ينفعك حقن مجهري ويجري لها حقن مجهري يعتبر جريمه، يعتبر تضليل. بعد سن معين ما ينفعش نعمل حقن مجهري، يعني بعد 45 سنه مثلا ما ينفعش نعمل حقن مجهري. او لو حد مصر يبقى لازم عارف انه نسبه النجاح لن تتعدى مثلا نص الى 1% او 1-3% على حسب تحليل الاي ام اتش عندهم. واحده مثلا عملت تحاليل والدوره ما بتجيلهاش وتيجي تقول لك انا عايز اعمل حقن مجهري، تفاجئ انه الرحم بتاعه تفتويلي يعني انفانتالي يوترس، هتعمل حقن مجهري ازاي؟ ده كده انا عايز اعمل حقن مجهري. واحده ما عندهاش مبايض، في كده في سندرومز معينه كونجينيتال ابليزيا في المبايض، تقول لك طب انا هعمل حقن مجهري، ما فيش مبايض اصلا، يعني في رحم وفي قنوات فالوب بس ما فيش مبايض، طب هتعمل هتجيب مبايض منين؟ ما ينفعش تعمل حقن مجهري. واحد ما عندوش حيوانات منويه في التحليل وكمان عمل في الخصيه وعمل منظار وفتح وكل حاجه وما فيش، طب يقول لك يعني خد في بنسمع حاجات غريبه شويه، خد من الظهر، خد ما ينفعش يعمل حقن مجهري خلاص. اه والله بنسمع الكلام ده كله في العيادات، بيتقال والله يا دكتور ايمن انا اخد رئيسي في ناس بيقولوا كده والله ما ينفعش، ما فيش، فهيعمل حقن مجهري ازاي؟ بس هي في ناس في ناس نو اي ام اتش، فيجي تحليل لك ايه الاي ام اتش زيرو، هيتم حقن مجهري، ما فيش مخزون مبيض خالص. في اسباب ثانيه غير اللي احنا قلناها؟ طبعا في اسباب كتير. واحدة عملت مثلا 17، انا شفت 17 حقن مجهري وعايز تعمل حاجه جديده، ما هي عملت كل حاجه في الدنيا، ترتاح بقى، لانه يعني لو في هيستوري من الادويه اللي بتاخدها ممكن تاثر عليها هي نفسيا بقى بعد كده. يعني لو في حاجه جديده هنعملها، لو ما فيش حاجه جديده هيبقى نفس الاوتكم. فهيجي في وقت لازم تنصح المريض ان هو يرتاح بقى، يعني احيانا بنقول الواحد يرضى بقضاء ربنا، وهو ربنا في ناس عملت 17 و21 مره عمليه حقن مجهري وربنا ما قرتش، وعلى فكره ما فيش سبب. اه والله يبقى تاخر الانجاب ويبقى هذه المشاكل زي ما قلنا مشاكل حيويه مهمه جدا تحتاج الى الكثير من التدقيق. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور عادل ابو الحسن استشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب وصاحب دكتور امراض النساء والتوليد والعقم عند الزوجين وزميل جامعه كيل المناظير والجراحات الميكروسكوبيه بالمانيا عضو الجمعيه الامريكيه للخصوبه والعقم كان في الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور. تحت عنوان أعراض قد لا يعرفها الجميع تدل على الإصابة بالانزلاق الغضروفي، نشر موقع دي دبليو الألماني أن بعض الناس قد يعاني من آلام في مناطق مختلفة من الجسم، يتناول لعلاجها المسكنات ومضادات الالتهاب دون تحسن، والسبب هو التشخيص غير الصحيح لأعراض قد تكون مؤشر لوجود مشكلة أو بداية حدوث انزلاق غضروفي. ومن أهم هذه الأعراض الخفية عدم القدرة على التحكم في البول أو البراز، الشعور ببرودة أو سخونة في بعض مناطق الجسم زي القدمين والفخذ، وأحياناً يفقد المريض الإحساس بمناطق معينة أو يشعر بالتنميل، وأحياناً تأثر القدرة الجنسية وتأثر القدرة على المشي، وأيضاً وجود ضعف عام أو وجود ضعف في القدم والركبة. اهلا بيكم، النهارده يوم مهم جدا، حافظوا على ظهوركم ارجوكم. الالم بتاع الظهر رخم يا جماعه، الالم عموما رخم في اي حته بس الالم بتاع الظهر رخم قوي، لانه بيدي احساس بالعجز، ولان الظهر مكان حركه باستمرار. يعني انت مثلا لو مثلا عندك وجع في الريست هنا، هو في الحته دي
ماشي هتلف رباط ضغط هتبقى ماسكه كده، انت ما بتستخدمش ايدك الشمال، بتستخدم ايدك اليمين، الامور ماشيه، يومك رايح جاي في شغلك مش، لكن لو ضهرك فيه الم مفيش، اليوم باظ، مش اليوم، الحياه باظ، وقفت، لا قادر اتحرك، واحنا بنبوظ ظهرنا. يعني بصوا، اولا ما بنلعبش رياضه كويس، ولما بنلعب بنلعب غلط اساسا، احنا ما بنتحركش، معظمنا ما بيتحركش، حركه قليله جدا، بنتعمد ان احنا ندور على الحاجه اللي تريحنا. حتى انا قلت لهم يا جماعه نفسي نعمل شويه حركات كده وبتاع، قالوا لي لا الاضاءه، اقعد هنا اقعد على الكرسي، ماشي اديني قاعد على كرسي تمام. حاجة تانية ان احنا بنشيل حاجات غلط كتيره، وده بيبان ابسط، كلنا بنشيل حاجات غلط. بص تلاقي ايه، واحد ما شغلش ما عملش رياضه خالص، فجاه يروح شايل الاستبن عشان يغير، دي حاجه امرجنسي. ست بيت قاعده يعني محلك سر بقالها شهرين ثلاثه، تقوم تقول انا فجاه كده هنضف البيت عشان اخويا جاي يزورني، فتشيل السجاد وتشيل الفوتيه وتنضف تحتيه، يجي لها مشاكل في ظهرها. الانحلاقات المفاجئه، فجاه كده بننحني غلط، بنلف غلط. كمان احنا عندنا اعتقد ضعف يعني جيني في عضلات الظهر بتاعت الشرق الاوسط كله، يعني تلاقي بره في الغرب بتلاقي عضلات ظهرهم باين جدا في التدريبات، حتى لما كنت بره بلعب في جيم جنبهم، لا تلاقي عضلات ظهره غير عضلات ظهرنا، احنا بنشيل عضلات ظهرنا اضعف من عضلات ظهر الغربيين عموما. فده شيء مهم جدا لازم نتنبه له. طب تعالوا نقرب بقى من مواضيع النهارده ونعيش معاها، ونعيش مع العمود الفقري والتدخلات اللي أصبحت دلوقتي ترند في العالم. بقى دلوقتي يعني العلم كله أو كتير جدا من السنترز في العالم بيسعى لما يسمى بالتدخلات المحدودة. طب نفهم أكتر مع ضيفي العزيز، اسمه متميز للغاية واسم علمي راقي جدا وحوار علمي الحقيقة، وإحنا بنعد على أرقى مستوى، هتسمعوه النهاردة مع ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد موسى، صاحب طبعا استشاري وصاحب دكتوراه علاج آلام العمود الفقري والغضاريف من كلية الطب جامعة القاهرة، استشاري وعضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنصورة، ضيف العزيز. أهلا بك دكتور موسى، منورني وسعيد جدا بهذه الزيارة. أهلا حضرتك يا فندم. أنا عايز أبدأ الأول بكلمة لازم أفهمها منك النهاردة، أنا سعيد جدا بحوار التدخلات المحدودة لأنه أصبح ترند دلوقتي. كلمة ترند دي كلمة خاصة بالسوشيال ميديا، بس في الطب إحنا استلفناها، بقى مشهور. ايه يعني ايه كلمه تدخل محدود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا هو احنا حضرتك عارف يعني هو تعريف الانزلاق الغضروفي هو تسرب الماده الجيلاتينيه من داخل الغضروف الى الخارج، وده طبعا بيبقى فيه خروج مواد ملتهبه من داخل نواه الغضروف على جدر العصب. لو هو انزلاق غضروفي قطني بيسبب الام في الساق، تقلصات، احساس بالتنميل مع المشي والحركه. لو انزلاق غضروفي عنقي يسبب الم في الذراع، احساس بالتنميل، تقلصات في الذراع. طبعا المريض بياخد طبعا ادويه في الاول، يعني لو بياخد مسكنات مضادات للالتهاب، بعد كده احنا بنفحصه ونشوف بقى، بنعمل طبعا اشعه متقدمه لاشعه الرنين ونشوف الاستجابه ايه. دي طبعا صوره للانزلاق الغضروفي اللي هو جزء خرج من نواه الغضروف وضغط على جدر العصب. لو هو قطني هيسبب الام في الساق، لو هو عنقي هيسبب الام في الذراع. بعد فحص المريض ورؤية الأشعة المتقدمة بنبدأ بالأدوية اللي هي مضادات الالتهاب، اللي هي الأدوية التحفظية. ده صورة برضو الإجراء التداخلي اللي هو التردد الحراري، ده نوع من أنواع التداخلات المحدودة. بنشوف الاستجابة إيه للطرق التحفظية اللي هي أدوية مضادات الالتهاب، مرخيات العضلات. والله لو الأمور اتحسنت خلاص أوكي، لو لسه بقى الألم موجود وما تحسنش وما بيستجبش للطرق العلاجية، يعني بنشوف في طبعا إجراءات تداخلية محدودة بديلة للعملية الجراحية اللي احنا نتكلم عنها النهاردة بالتفصيل. كان زمان بيتعمل الحقن اللي هو حقن جذور الأعصاب، حصل تطور بشكل أكبر بقى تردد حراري، لأن طبعا كان زمان الحقن اللي هو حقن الكورتيزون، الكورتيزون ليه بعض الأعراض الجانبية، الحقن كان بيبقى ليه فترة يقعد شهر أو اتنين، يحتاج المريض كل فترة أنه يعمله، زائد ان النتائج بتاعته مش مضمونه قوي، هو برده كان بيسكن الالم فقط، يعني هو مش هيحل المشكله بتاعه الانزلاق اللي موجوده. لو في غضروف ضغط على العصب لا هو مش هيحل المشكله، مجرد انه بيسكن الالم شويه. فحصل تطور بشكل اكبر بقى التردد الحراري. يعني ايه تردد حراري؟ التردد الحراري هو طبعا التردد بيبقى فيه اتنين موتس، نوعين يعني، الموجات التردديه النابضه والتردد الحراري.
هي هو نوع من الموجات اللي هي بتبقى مضادة للالتهاب، بتداوي الالتهاب اللي على جدر العصب اللي هو مسبب للألم. يعني الناس شايفين صوره للتردد الحراري بالظبط كده، يعني بنحدد العصب طبعا بعد فحص المريض وتحديد مسار العصب اللي هو مسبب الالم، اذا كان في الرقبه ده انزلاقه ده يعني التهاب على مفصل المفاصل ما بين الفقرات اللي هي بتاعه الرقبه، فقرات العنقيه، ابره مخدر موضعيه وتحت جهاز اشعه، وبنوصل للمفصل وبنعالجه بالموجات التردديه. من خلال الابره ديت الجهاز بيطلع موجات مضاده للالتهاب بشكل مباشر بعد تحديد طبعا المفصل الملتهب او العصب الملتهب اللي مسبب للالم، سواء بالنسبه للرقبه او بالنسبه للظهر، وبنوصل له وبنعالجه بالموجات التردديه. موجات مضاده للالتهاب بتداوي الالتهاب اللي على جدر العصب مع الحفاظ على الوظيفه الحسيه والحركيه. دي موجات تردديه نابضه، وبالتالي هو امن جدا، ملوش اي اعراض جانبيه، سواء بالنسبه للانزلاق الغضروفي العنقي لو هو مسبب الم في الرقبه، لو عامل صداع، طبعا دي مشكله كبيره جدا مشكله الصداع وبتبقى جايه من الرقبه، والحقيقه ان الحالات دي ما بتستجبش للمسكنات. الموجات التردديه في الحالات دي لا بتحل المشكله بنسبه مرضيه، مش 100% بس بنسبه حوالي 80%. كذلك برضو لو انزلاق غضروفي قطني بنوصل برضو لجدر العصب تحت جهاز اشعه اللي هو الاشعه التداخليه، واحنا شايفين بعد تحديد مكانه وطبعا فحص المريض ورؤيه الاشعه وتحديد مصدر الالم، اذا كان في التهاب على المفصل، اذا كان التهاب على العصب، ممكن يكون العصب ده مسبب الم في الضلع، ممكن يكون مسبب الم في الظهر، ممكن يكون مسبب الم في الساق. برضو ده الاشعه التداخليه زي ما حضرتك شايف كده، ابره وتحت جهاز اشعه وصلنا للعصب المغذي للمفصل بالنسبه للرقبه اللي هو مسبب الصداع او مسبب الم في الرقبه، مسبب الم في الكتف، وبنعالجه بالموجات التردديه. التردد النابض بنشتغل بيه على جدر العصب لان انا عايز احافظ على الوظيفه الحسيه والحركيه بتاعه العصب. اما التردد الحراري بنشتغل بيه على المفاصل الملتهبه، يعني لو في مفاصل ملتهبه، مفصل الحوض، المفاصل ما بين الفقرات بالنسبه للفقرات العنقيه، او المفاصل ما بين الفقرات القطنيه، بنعالجها بالتردد الحراري بحراره معينه بيداوي الالتهاب اللي على المفصل كحل متطور عن الحقن. طبعا دور التردد بصفه عامه هو علاج الالتهاب اللي على جذور العصب وعلاج الالم. اما انا بقى عندي مشكله في انزلاق غضروفي موجود، احنا مش هنسيب الغضروف موجود، احنا مش هنعمل حاجه تريحه سنه او اتنين وتظل المشكله قائمه، لا بالزبط. احنا لازم بيتعمل اجراء تداخلي اللي حضرتك سالت عليه في الاول على الغضروف اللي موجود اللي هي بدائل العمليه الجراحيه. الاجراءات التداخليه بقى منها التردد الحراري، برده ممكن يتعمل تردد حراري على الغشاء الخارجي بتاع الغضروف، منها تبخير الغضروف اللي هنتكلم عنه النهارده، منها شفط الغضروف اللي احنا بناخد من نواه الغضروف عشان نخف الضغط على العصب، منها المنظار. هنتكلم على كل الحاجات، هنتكلم عن كل الاجراءات التداخليه. هبدا الاول بتبخير الغضروف لان الكلمه دي يعني بقت موجوده في الاروقه الطبيه بقوه دلوقتي. تمام. هو طبعا التبخير ده نوع من الاجراءات التداخليه المحدوده بنفس الطريقه برضو، تخدير موضعي وابره تحت جهاز اشعه، وبنوصل لنواه الغضروف، وجهاز التبخير يعني هو نوع من انواع الليزر بيعمل زي تشانلز قنوات جوه نواه الغضروف، فبيحجم الغضروف من الداخل. يعني بيخلي الجزء اللي بارز من نواه الغضروف يلم ويرجع لوضعه الطبيعي، فيخف الضغط على العصب. طبعا مش لكل الحالات، يعني احنا في حالات يناسبها التردد الحراري وغضروف صغير خالص مش هعمل اجراء على الغضروف، ممكن التردد وبنحقن بس مش كورتيزون، ادويه مذيبات للالتصاقات، والالم بيتحسن والامور بتمشي كويس جدا. في حالات الغضروف الغشاء الخارجي بتاعه سليم ومسبب الم شديد في اسفل الظهر ومش مسمع في الرجل، ده هيناسبها التبخير. فاذا هي كل حاله لها، في غضروف كبير في بعض الصور هوريها يعني هنشوفها ان في جزء كبير جدا خرج من نواه الغضروف، فراجمنت محترمه جدا وخرجت وضغط على العصب ومأثره على رجله، ده مش هيناسبها لا التبخير ولا التردد ولا الحقن، ده هيناسبها المنظار، لازم الحته دي تتشال. فبالتالي هي كل حاله مع الفحص ورؤيه الاشعه وشكوى المريض هيناسبها اجراء معين. وممكن انا مثلا بشيل الحته اللي ضغط على العصب المنظار وفي التهاب شديد جدا على مفصل الحوض او مفاصل ما بين الفقرات مسبب الم شديد، لو انا سبت الالتهاب ده هيظل الالم موجود. تمام. فلازم يتعالج الالتهاب والالم بالتردد الحراري، وهو الاجراءات التداخليه اللي احنا بنعملها هي مش 100%، لا انا بدي حتى المنظار واحنا بنشيل الحته اللي ضغط على العصب، هو بيحسن الامور بنسبه مرضيه. طبعا احنا بندي للمريض النسب دي الراوند مثلا من 70 ل 85% وده شيء رائع. تمام. هو يقول لي انا بقيت 100%، بس هو مش كده، لان العلم زي ما حضرتك عارف هم بره بيشتغل 1000 حاله بيقول انا عندي 80 حاله تحسنوا بنسبه 80%، في 100 تحسنوا بنسبه 70%. ده كلام علمي منضبط جدا، احنا كلامنا علمي منضبط جدا طبعا. طب انا هسالك سؤال يعتبر في حد ذاته عنوان مؤتمر،
وده عنوان لكثير من المؤتمرات القائمة الآن عبر مثلا وسائل التواصل، وكانت قبل الكورونا كان دي زي ما بيقولوا فاكهة المؤتمرات، مقارنة ما بين المنظار والجراحة التقليدية. هو طبعا يعني الفرق ما بين المنظار والجراحة التقليدية بالنسبة للعمود الفقري هو نفس الفروق اللي ما بين المنظار والجراحات التقليدية في الجراحات العادية. هو منظار احنا بنعمله دلوقتي بتخدير موضعي بدون فتح جراحي. طبعا بالنسبة لو احنا بنعمل منظار عمود فقري ما بنغيرش في الناحية التشريحية غير الجراحة خالص، خاصة في العمود الفقري وان هو مكان حساس جدا. الصورة دي زي ما حضرتك شايف كده الديسك وظروف ما بين الفقرة الخامسة والعصعصية الاولانية في فراجمنت محترمة خرجت وضغطت على العصب، حضرتك شايف هتلاقي في حتة كبيرة، ده مش هينفع له حقن ولا تردد ولا الكلام ده. والمريض يعني لو انا قلت له انا هعمل حقن هو مش هيتحسن خالص، مش هيتحسن يعني، مش مثلا هيرتاح، مش هيتحسن خالص. فلازم الحته دي تستأصل بالمنظار. فعلا احنا بنشيل الفراجمنت ديت دلوقتي زي ما بقول لك، المنظار اللي احنا بنعمله بتخدير موضعي من غير فتح ولا جرح، يعني فتحه صغيره خالص وبتلم لوحدها، مناسب لمرضى السكر، الناس اللي عندهم مشاكل في القلب، كبار السن، كبار السن، بس برضو لسيلكتد لحالات معينه. هو غضروف واحد زي ما حضرتك شايف ومفيش تزحزح ما بين الفقرات، لا ليها خصائص معينه، انا هختار الحاله اللي اعمل لها المنظار. احييك على الامانه العلميه في الشرح. وفي التهابات مثلا على المفاصل على جذور الاعصاب لو انا سبتها هتفضل مسببه الم، لازم تتعالج بالموجات التردديه، بالحقن، هنحقن ادويه مذيبات للالتصاقات مع المنظار. الجزء اللي احنا ضغطناه برضو ده انزلاق غضروف ما بين الفقره القطنيه الخامسه والعصعصيه الاولانيه، وزي ما حضرتك شايف يمكن في صور متعدده للمنظار الفراجمنت، الجزء اللي انا خرجته من الغضروف اللي هو كان اخر واحده خالص، ودي استأصلناها وشلناه. دي الفراجمنت برضو الجزء اللي خرج من شلناه زي ما حضرتك شايف كده، هو فتحه صغيره خالص. وبنخش يعني طريقه المنظار غير الطرق التداخليه التبخير والشفط اللي احنا بنخش يعني مش على القناه نفسها، المنظار احنا بنخش على الجزء اللي خارج من نواه الغضروف، غير الطرق التداخليه للتبخير والشفط اللي احنا بنخش في نص الغضروف وبنحجم الغضروف شويه من الداخل او بنخف الضغط على العصب. المنظار بيبقى بشكل مباشر لحالات معينه، وعشان كده بيبقى فعلا المريض بعد ما بنخلص الاجراء فعلا بيشعر بتحسن كبير جدا لان الضغط اللي على العصب ارتاح، فبالتالي الالم ارتاح. هنا برضو نفس الكلام، نفس الفكره. فراجمنت جزء خارج من نواه الغضروف ضاغط العصب قافل القناه العصبيه. احنا طبعا بعد ما بنخلص بنشيل بنستأصل الجزء ده بيتعمل ليزر على الغشاء الخارجي بتاع الغضروف عشان الجزء ده يلتئم ويرجع لوضعه الطبيعي. تمام. وطبعا بنشوف العصب وهو متحرر والديوره بدات تبقى بالسيتنج، يعني بدات تنبض وان العصب يرجع لوضعه الطبيعي وان الالم بدا يتحسن. وبعد اسبوعين بيبدا المريض نطلب منه بعض التمارين اللي هي تقوي عضلات الظهر عشان الجزء اللي هو من الغشاء الخارجي بتاع الغضروف يبدا يلتئم ويلم. ده بيحسن طبعا من يعني الراحه تيجي بسرعه. يعني الاساليب التداخليه المحدوده التدخل او الاساليب الجراحيه محدوده، هي طبعا جراح محدودة وتتعمل في اوضه عمليات طبعا، وطبعاً تعقيم كامل والى اخره. صحيح ممكن التخدير بيكون موضعي بنعمله موضعي وده ناس مناسب لناس كتير ما بتروحش تخدير كامل. لكن خلينا ننتقل عشان نستفيد من التكنولوجيا العظيمه ديت في كمان الركبه ومشاكلها. افدت الركبه في ايه؟ برضه هي خشونه الركبه طبعا هي نقص الماده الزيتيه داخل الركبه، وبالتالي ده يعني بيسبب احتكاك للعظم فبيحدث التهابات في المفصل بتاع الركبه، المريض بيتعب لما يمشي، تاكل الانسجه نفسها الداخليه داخل مفصل الركبه بتسبب صعوبه في الحركه. طبعا احنا المريض بياخد الادويه التعويضيه اللي هي الجلوكوزامين، دي حاجات كلها تعويضيه، هي الحقيقه ما بتحلش مشكله التاكل، هي مجرد بتحد من تدهور الحاله. الاجراءات التداخليه عندنا دورها زي ما حضرتك شايف كده، الموجات التردديه التردد الحراري بيعالج الاعصاب المغذيه للركبه، بيبقى في ثلاث اعصاب بتغذي الركبه، فاحنا بنشوف الاعصاب تحت جهاز اشعه وبيتعمل تردد حراري سواء موجات تردديه نابضه لو هي الخشونه من الدرجه البسيطه او المتوسطه، لو درجه متقدمه لا بيتعمل تردد حراري اللي هو بيكوي النسيج الملتهب من العصب، وهو يعني العصب الاعصاب اللي بتغذي الركبه هي اعصاب حسيه وليست حركيه، يعني احنا بنعمل التردد الحراري ويحرك ركبته عادي خالص، مجرد ان هو بيخف الالم او بيريح الالم. لو في تاكل كان زمان طبعا بتتحقن المواد الزيتيه،
مع الاجراء بتاع التردد الحراري ده كان بيحتاج المريض كل فتره انه يعملها. حصل تطور بشكل اكبر، بقت البلازما العلاجيه اللي احنا بناخد عينه من دم المريض وبنفصل منها البلازما وبنطلع منها الجروس فاكتورز اللي هي الخلايا النشطه وبنحقنها جوه المفصل زي ما حضرتك شايف كده تحت جهاز الاشعه او بالسونار على الغضروف المتهالك، لو في تاكل في الغضروف بنحقنه. ده بيحسن من الاعراض، ده بيعالج اصلاحي مش 100% برضو. الحالات المتوسطه بتتحسن بنسبه حوالي 70%، الحالات المتقدمه بتتحسن بنسبه حوالي 50-60%. هو مش هيطلع يجري لكن هتحسن له الالم اللي في ركبته، يقدر يتنيها احسن من الاول، يعني الحركه نسبيا تبقى افضل، تمام، يعني الامور بتبقى يبقى ساتيسفايد. هو في السن ده مش هيجري، بس عايز يطلع سلم يروح مشوار بالزبط. مش عايز الم هيبقى مبسوط، يبقى مبسوط كحل بديل للاجراء الجراحي. لكن في حالات بتحتاج الى طبعا طبعا احنا خشونه من الدرجه الرابعه وما عادش بيتحرك، لا احنا لازم نكون واضحين، لا في حالات محتاجه جراح، انزلاقات واحد عنده تزحزح من الدرجه الثالثه والرابعه وانزلاقات متعدده وبدا يحصل سقوط في القدم، لا ده جراحه. احنا مش هينفع نقول ده هينفع منظار، لا لازم نكون حالات معينه هي نسبه كبيره من الحالات حل بديل امن وسريع ونسبه مرتفعه واقل في تكلفه. بالظبط كده، ونسبه مرتفعه، لكن الجراحه ليها دواعيها. طبعا لا احد ينكرها. حسب احنا وحييك للمره الثانيه على الامانه العلميه. خليني اروح بقى لحاجه يعني يمكن انتوا بتنفردوا بيها دي، يعني الصداع النصفي. في ناس بتخبط راسها في الحيطه من الصداع النصفي. هو طبعا حضرتك عارف مشكله الصداع الحقيقه زي ما حضرتك قلت فعلا هو بتبقى حاجه، يعني المريض انا بيجي لي بعض المرضى ان هو فعلا مميت، هو خطورته عندنا وعلى درجه عاليه، والحكايه المسكنات دي بتوصلهم لفشل كلوي طبعا، فبيقول لك فشل كلوي. ايوه طبعا وعلى درجه عاليه من الثقافه وهو بيبقى ليه اسباب كتيره جدا، اشهر اسبابها هو الرقبه. يعني كتير حضرتك تيجي تبص تلاقي على الرنين بتاعه او الاشعه بتاعته فيها انزلاقات غضروفيه عنقيه خاصه في الفقرات اللي فوق ما بين الثالثه والرابعه والرابعه والخامسه، وبيسبب صداع يعني الم مبرح. الحقيقه دور الاجراءات التداخليه اللي هو التردد الحراري والحقن لا هو بيحل المشكله بنسب مرضيه جدا، يعني فعلا في حالات بتتحسن بنسبه مش يعني 80-90% انه فعلا بدا يستغنى عن المسكنات. العصب المغذي للمفصل بتاع الرقبه هو اللي مسبب الالم ده احيانا، ودي حالات كتير برضو بنشوفها بيبقى مصاحب ليه التهاب العصب الخامس. حضرتك عارف احنا عشان نشخص ده يعني صوره تحت جهاز اشعه اللي احنا وصلنا للعقده العصبيه اللي هي فيها العصب الخامس، وطبعا احنا واقفين في حته معينه في قاع الجمجمه والجزء الموجود فيه الترايجيمنال الجزء الجانجليا اللي هي بيطلع منها العصب الخامس بالبرانشات الفروع بتاعته يعني، ودي حاجه كنت لسه عاملها وكانت مشكلته كلها في الصداع، لان حضرتك عارف العصب الخامس هو بيبقى ليه ثلاث فروع، فرع بيغذي العين، فرع بيغذي الخد، فرع بيغذي الفك، فهو كان الالم كله جاي له في منطقته وعنده انزلاقات غضروفيه عنقيه، والم مبرح واخد الصداع واخد منطقه العين، فكان عنده السببين الحقيقه احنا عملنا الاثنين، وهي كانت مشكلته كلها في الصداع، يعني هو قادر يتحمل العصب الخامس الجزء الفك بس مش قادر يتحمل الصداع، الصداع مطير النوم من عينه زي ما بيقول مش عارف ينام. عملنا له الاجراء الحمد لله التردد مع علاج التهابات مفاصل الرقبه بالموجات التردديه، الامور اتحسنت بنسبه حوالي 80% وبدا يوقف المسكنات وفترات النوم اتحسنت جدا، لان حضرتك عارف مشكله الصداع بتبقى ليها اسباب كتيره متداخله مع بعضها او نظريات معظمها بالظبط يعني ما فيش سبب محدد مرتبطين، نظريه مرتبطه بالكالسيوم، نظريه مرتبطه مع بالسنسيتيفيتي بالسكر طبعا السكر بقى مزوده هو فعلا كان مريض سكر كمان، لكن الباثولوجي لا الرنين فيه انزلاقات غضروفيه عنقيه على مستوى مرتفع وفي التهاب عصب خامس مزمن بقاله فتره، فكان الاثنين لازم يتعملوا. اتقفل المصدرين المشكله اتحسنت بنسبه مرضيه جدا واستغنى عن المسكنات والفترات النوم ارتاحت. الحالات اللي بتقابلنا يعني الحقيقه والمريض فعلا بيبقى غلبان يعني فعلا بيصعب عليك لانه خد ادويه كتيره ومسكنات ومش لاقي يعني مش عارف يعمل ايه يعني، والجراحات في الحالات دي ملهاش دور انا عشان كده قلت لك الحته دي انتوا بتنفردوا بيها طبعا خالص. طبعا يعني ان كانت احنا شركاء او انتوا شركاء مع الجراحه في سواء في الركبه او في الانزلاقات الغضروفيه، لكن هنا دي منطقتكم الخاصه بالظبط كده. وبعدين حكى التحسن فعلا في الحالات دي بيبان من الفيرست ويك، يعني من اول اسبوع فعلا الاجراء بيتعمل بينام ولا مبسوط ونفسيا قلب له حياته 180 نفسيا بدا يرتاح جدا وكده، وكان هيطلق مراته ورجع في الطلاق وكان هيسيب شغله ورجع في الشغل وكان بيضرب صحابه خلاص ما بقاش يضربه، يعني حياته بتختلف. اللي عندهم صداع نصفي يا جماعه الله يكون في عونهم
وبيبقوا اذكياء معظم الحالات. ايوه هسالك بقى، التردد الحراري بيعالج ايه تاني من انواع الالم؟ هو احنا طبعا بنعالج يعني، هو الموجات الترددية والتردد الحراري هو معمول الاعصاب، هو جهاز يعني يتبع يعني يعالج العصب عشان الناس برضو تبقى فاهمه. الاعصاب بقى اذا كانت في الفقرات العنقيه، اذا كانت في الفقرات الصدريه، ما في ناس كتير عندها مشاكل في الفقرات الصدريه وبيجي بالم في الضلوع والم مزمن وما فيش انزلاق غضروفي موجود. الموجات التردديه كان زمان طبعا يتعمل الحقن، لكن الموجات التردديه بتعالج يعني كمان هي ليها جزء مناعي، ان هي بتحسن من وظيفه العصب، ان هي بتخلي العصب، حضرتك عارف بيبقى فيه نوع من الجروح على العصب ده مجروح، فهو بيعجل بالتئامه، بيخلي العصب يلتئم بسرعه. الفقرات القطنيه لو في التهابات على مفصل الحوض، مفصل الفخذ، كل المفاصل، مفصل الركبه اللي هي ليها اعصاب، يعني لو في التهاب شديد في مفصل الفخذ او تاكل، بنحقن الخلايا النشطه على المفصل ويتعمل تردد حراري على الاعصاب المغذيه لمفصل الفخذ او مفصل الحوض. هو العصب هو بيسموه المفصل القطفي بالظبط كده، او اعصاب ملتهبه مسببه الم في الرجل، مسببه الم في الرقبه، بيتعالج المفصل او الاعصاب بالعصب الخامس زي ما احنا قلنا. صداع النصفي. الحقيقه انا احييك على هذا الحوار الممتع. الله يخلي حضرتك. قبل ما امشي عايز اسمعك ابو العريف. ابو العريف ده راجل بيفتي. وبعد ما سمعك ابو العريف احنا يعني هقول لكم هنعمل ايه، لان في حاجه مهمه جدا هنعملها في الاخر. فنسمع ابو العريف ونشوف الناس ممكن توصل لدرجة إيه يا جماعة في الاستهبال والفتي. تعال نسمع. يا باشا، مع احترامي لحضرتك واحترامي لسيادتك، التردد الحراري حلو، ما قلناش حاجة، 100 فل، بس مش 14. ليه؟ عشان مش علاج نهائي، زيه زي المسكنات، هتخفف الألم شوية ويرجع تاني. حتى بيقولك تردد يعني مش جواب نهائي. ما ضحكوش علينا، بس ارجع وأقول لحضرتك هو أحسن من أدوية علاج الألم وأحسن من المسكنات، لا هيعمل إدمان ولا يبوظ الكلى، بس الأحسن من ده وده لو لقينا علاج نهائي. حاجة كده فيها الخلاصة، النهية، مش تقول لي تردد. ايه الغلط في الكلام اللي هو قاله؟ هو كله غلط. هو الحقيقة احنا يعني لازم نحترم برضو عقلية المريض، وهو من حق المريض ان هو يسأل ويجد إجابة يعني لتساؤلاته. يعني والله احنا زي ما قلت لحضرتك، لا هو في انزلاق، ده اللي احنا قلناه النهاردة، ان في انزلاق غضروفي قطني كبير وضغط على العصب، هو فعلا مش هينفع له تردد حراري. هو بيتكلم في جزء، هو في فعلا في سبب، في حاجه ضغط على العصب، فاحنا مش هنسكن الالم ونسيب المشكله، لازم المشكله تتعالج بمنظار، باجراء تداخلي على الغضروف، لازم المشكله. لكن لو التهاب بسيط وعامل مشكله، لازم يتعمل، هيتعالج بالموجات التردديه، التردد الحراري. طب لو واحد عنده صداع زي ما حضرتك تفضلت وقلت، طب انا مش لاقي عليك مسكن وما بنامش، الاجراء التردد الحراري ده اجراء امن جدا، هيحل المشكله بنسبه مرضيه، هو ما اتاذاش، هو ما اتضرش في اي حاجه، هو ومفيش حلول اخرى، والحل الجراحي حل صعب جدا، انه يفتح رقبته ويعمل شرايين، مش هينفع. لا، وعمليه اساسا يعني عمليه الصداع النصفي دي عمليه ترايل بالظبط، مش عمليه مؤكده بالظبط كده. فانت ما خسرتش حاجه، ده لبعض الحالات. اما لو في فعلا جزء من الغضروف ضاغط على العصب، لا هو لازم يتعمل اجراء على الغضروف. احنا ولازم نقول له لازم يكون الحقيقه كلها واضحه للمريض من الاول، ان انا بعمل اجراء هو 80% 90% زي يعني ما النسب، احنا دايما بندي القليل عشان لما يشوف الافضل يبقى هو مبسوط، لكن في الاخر انا برضو عندي سيفتي، انا امان. يعني احنا بنعمل المنظار او بنشيل الجزء اللي ضغط على العصب بتخدير موضعي، ما هو ده بيغنيك عن جراحه متقدمه كان هيفتح ويشيل ويغير في الناحيه التشريحيه ويحط شرايح ومسامير ان لم تكن لها دواعي. احنا ما بنقولش لا، هي ليها بعض الدواعي، لو وصلنا لها خلاص انا دور المنظار في الحاله دي، لا انا بنفسي بعتذر، لان انا مش هقدر ان انا يعني الغي دور الجراح. احييك للامانه العلميه والتوضيح الكامل لدورنا وموقعنا ايه. هنسيبكم مع حاجه سجلت مع مريضه فعلا بتشرح لها انت، وهتسمعوا دكتور موسى وهو بيشرح للمريضه بالتفصيل أشياء متعلقة بحالتها، وده مهم جدا، إزاي يكون الحوار ما بين الدكتور والمريض.
انا بأحييك على هذا الحوار العلمي الراقي، وده مش مستبعد على الاكاديميين وخصوصا ممن ينتمون الى كليه الطب جامعه المنصوره. الله يخليك. فتحياتي طبعا لهذه الكليه العريقه جدا جدا جدا، متفوقه جدا ما شاء الله. ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور محمد موسى، استشاري علاج الالم ودكتوراه علاج الالم للعمود الفقري والغضاريف من كليه الطب جامعه القاهره، استشاري وعضو هيئه التدريس بكليه الطب جامعه المنصوره، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا مع الدكتوره سيبكو مع الدكتور موسى، بس مع بيشه. بس لازم نفهم كيف يكون الحوار بين الطبيب والمريض في الدكتور. تعب في الظهر من تحت. أسفل الظهر. مؤثر على بعض شاب، ولما باجي امشي رجلي بتوجعني خالص، تشد علي. تمام. تمام. طبعا المسكنات مش جايبه نتيجه، يعني بقى لنا فتره بناخد مسكنات وما عادتش مريحه. تمام. طيب خلاص، احنا هنعمل طبعا اجراء تداخلي محدود، ان احنا هنعمل تبخير للغضروف وهيتعمل تردد حراري على المفاصل، الاعصاب اللي هي مسببه الالم في رجليك هتتعالج، وهنحقن ادويه مذابات للالتصاقات، بس هيتعمل موجات تردديه على المفاصل الملتهبه وجذور الاعصاب اللي مسببه الالم في ظهرك. تمام، في ظهرك ورجلك ان شاء الله. وطبعا هيتعمل تبخير للغضروف زي ما انا وضحت لك، ان ده بيحجم الغضروف من الداخل فبيخف الضغط على العصب، والجزء المنزلق بيرجع لوضعه الطبيعي ان شاء الله. بس الف سلامه عليكم. عملنا تبخير للغضروف تمام بجهاز التبخير دوت، اللي هو بيحجم الغضروف من الداخل، وبيعمل زي قنوات او تشانلز جوه الديسك، فبيحجم الغضروف من الداخل، بيرجع البروز للوضع الطبيعي بتاعه. تمام. هو طبعا كان فيه مستويين، بس هو المستوى اللي ما بين الفقره الخامسه والفصيله الاولانيه اكبر، فاحنا عملناه. طبعا ده مش جراحه، تخدير موضعي من غير فتح وغير جرح، وان شاء الله يعني الامور، الالم اللي في الظهر بيحسن، الوجع اللي في الظهر بيحسن، الالم اللي هو اللي في الرجل والتنميل والمسران الساقين التقلصات اللي بتيجي، لانه بيحجم الغضروف وبيحجم الجزء اللي هو اللي ضغط على العصب، فبيخف الضغط على العصب وبيريح العصب. تقول طبعا ان القطعه ديت بتبقى خاصه بالمريض، الجزء اللي هو بيخش جوه الغضروف ده اللي بيعمل التشانلز القنوات اللي جوه الديسك، وبيحجم الغضروف من الداخل بيرجعه لوضعه الطبيعي، القطعه دي بتبقى خاصه بالمريض. هنعمل بقى التردد والحقن وتوسيع القناه العصبيه ان شاء الله. خلصنا عملية التبخير بتاعة الغضروف القطني، لأن كان في انزلاق زي ما قلت ما بين الفقرة الرابعة والخامسة والخامسة والعصصية الأولانية، وعملنا حقن وتردد حراري، موجات ترددية نابضة على جذور الأعصاب اللي هي مسببة الألم في الساقين، مع حقن أدوية مذيبات للالتصاقات، وعالجنا الالتهابات اللي على المفاصل المغذية
اللي هي مسببة الألام اللي في أسفل الظهر مع القعدة ومع المشي والحركة والكلام ده كله. ده إجراء تداخلي محدود بدون جراحة بتخدير موضعي من غير ما نفتح من غير ما نجرح، وإن شاء الله ده بيحسن الألم اللي في الظهر وبيحسن الألم اللي في رجليها. والمريضة بتغادر المستشفى في نفس اليوم، بترتاح حوالي 3 أيام لخمس أيام وبيبدأ تحسن في أول أسبوع على طول. في خلال 21 يوم بيبدأ الألام اللي في الظهر مع القعدة ومع الحركة والمشي بتحسن بنسبة مش أقل من 80%. أهم الوقائع اللي أوردتها مؤخراً منظمة الصحة العالمية حول الأورام إنها تاني سبب رئيسي للوفاة في العالم. سنة 2015 تسببت في وفاة أكثر من 8 مليون شخص، بمعدل يصل إلى واحدة تقريباً من أصل 6 وفيات على صعيد العالم، معظمها في البلاد المنخفضة ومتوسطة الدخل، وإن تلت وفيات الأورام تقريباً بسبب عوامل الخطر السلوكية والغذائية زي ارتفاع كتلة الجسم والنظام الغذائي الخاطئ وقلة النشاط البدني والتدخين اللي بيمثل 22% من أسباب الوفاة بالأورام والكحول. الخسائر السنوية على الاقتصاد العالمي من جراء الأورام وصلت سنة 2010 لأكثر من تريليون دولار. ومع كل الأرقام والوقائع المخيفة دي يبقى الأمل في هزيمة الأورام والحد من انتشارها قائم، خاصة مع التطور العلمي والتقني المستمر ومع الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة مع الطبيب المختص. أهلا بيكم. النهاردة يوم مهم جدا وموضوع عايز أقول لكم مهم يقلق لكن لازم ننتبه. انتبهوا مش بس لنفسكم، للأسرة كلها، لوالدك ووالدتك، لأختك، لابنك. احنا هنتكلم النهاردة عن موضوع يعني للأسف خد منا وكل أجل انكتاب ناس بنحبهم جدا، هو سرطان الرئة والبرونكوجينيك كارسينوما. موضوع الحقيقة أنا بس عايز أقول لكم أنه عشان أسعدكم جدا أنه التقدم العلمي والعلاجي اللي تم في هذا الموضوع شيء مفرح للغاية للغاية، بس عليكم واجب ان انتوا تذاكروا معانا الكلام اللي هنقوله دلوقتي، لان التشخيص المبكر وانك تتحرك بشكل مبكر نسبيا ده دور مهم جدا عليك. يكفيك او يكفيني ان انا اقول ان هذا المرض كان مزعج للغاية او كان مؤلم لينا جدا، لانه خد ناس عظماء جدا ورائعين جدا. انا اول مرة النهاردة اعرف ان الفنان الجميل صاحب الحنجرة الأجمل في التاريخ، الأجمل حقيقة، محمد أنديل. يعني أنا بالنسبة لي محمد أنديل بحب صوته جدا، يمكن اللي يتفوق عليه في حب الصوت هو فوزي، محمد فوزي ده رقم واحد. الله يرحم محمد فوزي ويرحم محمد، الاثنين الكانسر خدهم بس مع الفارق، يعني تسبب في أن احنا فقدناهم. أن محمد فوزي توفى بكانسر نوع نادر من الأورام، يمكن لغاية دلوقتي مرتبك حتى في ناس في وصفه، لكن محمد أنديل توفى ب كانسر الرئة. أيضا رأفت الهجان اللي هو رفعت علي سليمان، ده توفى برونكوجينيك كارسينوما اللي هو الأسطورة بتاعة المخابرات المصرية، وكلكم عارفين طبعا رأفت الهجان. والمؤسف أو المحزن أن الأسطورة اللي عملت الأسطورة، الأسطورة الفنية أستاذ محمود عبد العزيز، توفى برضو بكانسر، بس برضو أعتقد أنه كان بكانسر بنكرياس. يعني الأسطورة كلهم أساطير سبحان الله، وكأن يعني فعلا يعني في علاقة بقى بين العبقرية والحالات دي، ما عرفش. أحمد زكي، أحمد زكي كلنا عارفين نحن خسرنا أحمد زكي بسن صغير جدا، توفى أحمد زكي بسبب البرونكوجينيك كارسينوما والتدخين. طيب النهاردة بعد ما قلنا ده عايز أرجع تاني بقى أقول لكم الجملة تاني، إن التقدم العلمي اللي هتسمعوه النهاردة في الأساليب العلاجية شيء مفرح جدا، لكن عليكم الواجب. الواجب هو إيه؟ هتفهموه دلوقتي. اسمحوا لي أن أنا رحب بضيفي العزيز، واحد من المتميزين للغاية في هذا المجال، واسم ما شاء الله يعني بنرصد بشكل رائع جدا أداء العلمي وأداء التقني المتميز للغاية، لأنه هذا البرانش يعني فعلا العمل الجاد الجيد فيه
بيسمع جدا وبيوصل لنا، واكيد نبقى سعداء بتلبيته دعوتنا. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور احمد علي عبيه، استشاري علاج الاورام بكليه الطب جامعه الزقازيق، استشاري طب الاورام بالمركز الطبي العالمي، وعضو جمعيه الاوروبيه للاورام، وعضو جمعيه الامريكيه للعلاج بالاورام، الاسم المتميز للغايه، وطبعا واحد من يعني اقول ايه المؤدين الرائعين لهذا العمل في منطقه مهمه جدا في مصر، بفرح بيها جدا. نورت الدكتور احمد. اهلا وسهلا بيك، شرفتني وسعيد جدا بهذه الزياره. ميرسي جدا على المقدمه الجميله دي. ده انا اللي سعيد جدا بتلبيتك للدعوه ووجودك معانا النهارده، شيء عظيم. شرف لي طبعا يا فندم. الحقيقه انا بقول النهارده بمني نفسي بكلام علمي مميز للغايه، وان كان الاهم فيه هو العلاج، لكن هبدا بمقدمه كده بس نفهم الناس ايه هو سرطان الرئه باختصار واعراضه باختصار، ثم ننتقل للاسئله الباقيه. وعشان نفهم سرطان الرئه ونفهم طرق العلاج اللي احنا هنتكلم بعد كده عليها، عايزين نفهم يعني ايه اورام اصلا من البدايه. هو ربنا عمل لنا في جسمنا نظام اسمه التوازن الخلوي، زي ما انت حضرتك عارف ان في خلايا بتضمر من التهابات من العمر بتاعها، 10 خليه حصل لهم ضمور وماتوا، لازم ربنا بيعمل لنا الخلايا اللي جنبها بتبدا تتكاثر عشان تعوض ال10 خلايا دول. اللي بيتحكم في التوازن ده عشان يبقى عدد الخلايا ثابت في الجسم هو الماده الوراثيه بتاعتنا اللي هو الدي ان اي. في جينات معينه جوه الدي ان اي بتحفز الخلايا ان هي تتكاثر، وفي جينات مقابله ليها تقول للخلية لا اقفي عند الحد ده كفايه كده. عشان كده في توازن خلوي مفيش اورام بتحصل. الاورام او الكانسر هو حصل طفرات جينيه باسباب كتير ممكن نتكلم فيها في الجينات، سواء الجينات اللي بتهبط التكاثر او الجينات اللي بتحفز التكاثر، وبالتالي بدات الخلايا تتكاثر من غير ما حاجه توقفها فتعمل ما يسمى بالورم. مع التكاثر بيحصل طفرات جينيه تانية بتخلي الخلايا اشرس، وبالتالي ممكن الخلايا تكتسب صفات ما كانتش موجوده فيها قبل كده وتبدا تكسر في اللي حواليها، ممكن تهاجر عن طريق الدم الاماكن التانيه في الجسم. ورم الرئه هو زيه زي الاورام كلها، نفس الطريقه بتحصل فيها، وهو بينمو من العضو الاساسي في الجسم عن التنفس اللي هو الرئه، من اول القصبه الهوائيه، الشعيبات الهوائيه، للحويصلات الهوائيه. ده باختصار ورم الرئه. طبعا الاعراض بتاعته هتبقى خاصه بالاعراض التنفسيه للرئه، تبدا بكحه مزمنه مسافات طويله مش مستجيبه للعلاج، ممكن تكون مصاحبه ببلغم، ممكن يكون البلغم ده مع التقدم من المرض يبدا ان هو يبقى معرق بدم زي ما بنشوفه بنسمع، ممكن الكحه تبقى كلها دم، ممكن تقدم المرض اكتر واكتر يبقى فيه الم في الصدر بيزيد مع الوقت مش مستجيب للمسكنات، اكتر واكتر المرض يعني يتمكن من الجسم، يبدا يعمل فقدان في الوزن، فقدان في الشهيه، ضيق في التنفس، ميه على الرئه، كل الحاجات دي ممكن تكون مصاحبه لسرطان الرئه. وبالتالي لازم نبدا نتحرك، ما نهملش الموضوع ان هو مجرد برد، مجرد التهاب، ونصبر على الموضوع فترات طويله. دايما السؤال بتاع المرضى وعائلاتهم بيدور حول سبب الاصابه، لكن عايزين نقيم الموضوع في دماغهم شويه ونقول انه هو الاسباب بتبقى مش واضحه، يعني المفروض الادق نقول عوامل الاصابه. كلمه عوامل ادق. صح، لان الكانسر لغايه دلوقتي ما فيش يعني فيش سبب رئيسي عرفناه يحصل يبقى هيحصل كانسر، لكن في عوامل مع بعضها بتزيد من احتماليه اصابه بالسرطان. طبعا اذا اتكلمنا على الرئه نتكلم على التدخين سبب رئيسي ومباشر ومرتبط جدا، لان 85% من المرضى اللي بيعانوا من سرطان الرئه هم مرضى مدخنين، ولكن في نفس الوقت لا ننسى ان في 15% من المرضى غير مدخنين، وبالتالي في عوامل اخرى بتساعد ان يحصل سرطان للرئه، منها العوامل الوراثيه، عوامل التلوث البيئي، عوامل الوظيفه نفسها، ممكن في بعض الوظائف زي الحاجات اللي فيها استنشاق زي الاسبستوز والغاز الرادون والحاجات اللي هي العوامل البيئيه في العمل وفي البيئه، ممكن هي كمان بالاضافه الى التدخين تسبب اورام في الرئه. الاسبستوس ده حاجه ماده كانت بتستخدم في الطلقات في الحوائط وفي مواد صناعيه وفي الحاجات البلاستيكيه، السلوك البلاستيك والحاجات دي كلها. الستيج بتاعت الاورام ايه؟ المراحل بتاعتها؟ يعني ورم الرئه زيه زي اي ورم بنقسمه الى 4 مراحل، المرحله الاولى ومرحله ثانيه وثالثه ورابعه. دايما الاولى اللي هي متحوصله في الرئه بحجم اقل من 7 سم، ما وصلش الغده الليمفاويه، لو الورم كبر عن الحجم ده او وصل الغده الليمفاويه اللي هي في الصدر بين الرئتين مرحله ثانيه وثالثه. المرحله الرابعه بقى اللي هي فيها التقدم الكبير اللي حضرتك قلت عليه في الاول، اللي هي بيبدا يخرج بره الرئه للرئه الثانيه او ينتشر في لاماكن ثانيه في الجسم زي العظام زي الكبد زي المخ لا قدر الله. دي ال4 مراحل لسرطان الرئه. ازاي نشخص بقى سرطان الرئه؟ بص، سرطان الرئه
يعني دايما محتاج صبر وتشخيص متأني جدا، لان مراحل العلاج كلها بتعتمد على التشخيص الاولاني بتاعي. بمعنى ان انا بتعامل مع المريض وعيلته في اضعف حالاته. انت عارف دايما سرطان الرئه 90% بيصيب فوق سن 60 سنه، وبالتالي انت عارف المشاكل الصحيه للمريض في الوضع ده. فانا خلال تشخيصي لازم اشخص مريض وعضو ومرض. المريض ده عنده 60 سنه فيما فوق، وان كان برضه بيجي بيحصل في سن صغير، ولكن معظم المرضى 60 سنه فيما فوق. فلازم اشوف الامراض الثانيه اللي عنده ايه، قلب وضغط وسكر وتاريخ مرضي، عشان اشوفه هيستحمل ايه من العلاج بتاعي اللي انا هديه له. وبعدين العضو نفسه بقى الرئه، لازم اعمل فحوصات لوظائف الرئه كويسه جدا، عشان طبعا انا ممكن احتاج اشيل جزء من الرئه، ممكن احتاج ادي علاج اشعاعي لجزء من الرئه. فبالتالي لازم اشوف الرئه دي لو انا شلت منها جزء، الباقي هيستحمل ويقوم بوظائفه ولا لا. يبدا الجزء الاخير والاهم في التشخيص اللي هو المرض نفسه. طبعا اول خطوه في العلاج اللي هو ان ناخد عينه من الرئه، سواء عينه بمنظار او عينه بابره عن طريق الاشعه المقطعيه. والخزعه دي او العينه دي اهم خطوه في تشخيص اورام الرئه، لان كل خطوات العلاج فيما بعد هي مرتبطه بكميه العينه اللي انا اخذتها من المريض. لان هبدا اعمل بعد كده تصنيف مناعي، وهعمل تحليل الجينات مهم جدا عشان احط المريض في علاج كيماوي ولا علاج مناعي ولا علاج اشعاعي. فلازم كميه الانسجه، ودي رساله مهمه جدا لدكاتره الاشعه اللي هم بياخدوا العينه، او دكاتره الصدر اللي هم بياخدوا العينه. كل ما تكون كميه العينه كافيه في البدايه، كل ما يساعدني انا جدا في التشخيص. بعد ما خدت العينه وعرفت المرض عباره عن ايه، نوع، عندي نوعين اساسيين في الرئه اللي هو الخلايا الصغيره اللي هو نان سمول، والخلايا الصغيره السمول، والخلايا الغير صغيره او الخلايا الكبيره اللي هي النان سمول سيل لان كانسر، اللي بتتقسم بعد كده دي 15% اللي هي الصغيره، واللي بتتقسم بعد كده اللي هي النان سمول 85%. بعد كده مش ده بس، يعني لغايه التسعينات كنا بنقسم الورم لكده وخلاص، لكن دلوقتي بقى في موليكولر اناليسز، ان انا بشخص اكتر واكتر عن طريق الجينات، هل هي فيها جينات سيئه الخليه اللي احنا قلنا عليها في الاول، الطفرات الجينيه دي ولا لا، ولا ما فيهاش جينات سيئه الخليه، وبالتالي ممكن استفيد من العلاج الكيميائي او المناعي. بعد كده ببدا اشوف المرض ده وصل لغايه فين في الجسم، بعمل اشعاعات مقطعيه على الجسم كله، او اشعه بتمسح الجسم كله اسمها مسح ذري بوزيتروني او البيت سي تي، زي اللي احنا نشوف في الاشعه بيت سكان، او كومباينيشن ما بين الاثنين، بيت سكان مع بيت سي تي. كده انا عرفت نوع المرض، المرض وصل لغايه فين في الجسم، احدد منه مرحله المرض، وعلى اساس الحاجات الثانيه اللي هي صحه المريض وصحه الرئه ابدا احط خطه في العلاج. لو المرض مرحلة أولى، ده سهل جدا، وحضرتك زي ما أشرت كل ما يكون التشخيص بدري كل ما يكون نسبة الشفاء عالية جدا، لأن المرض في مراحله الأولى اللي هي المرحلة الأولى والتانية ممكن يتعالج بعلاج جراحي بس، وممكن ياخد معاه كورس كيماوي صغير أو ما ياخدش. المرحلة الثالثة فيها تقدم كبير دلوقتي، إن أنا ممكن ينفع لها جراحة صغير من علاج قبل الجراحة وبعد كده يخش جراحة، أو ما ينفعش ليه جراحة نتيجة السن، نتيجة تقدم المرض نفسه في المرحلة الثالثة. فبالتالي بعالج بالعلاج الاشعاعي مع الكيماوي، وبعد كده في كورس علاج مناعي سنه بيمنع ارتداد المرض مره تانية. لكن التقدم الكبير بقى في البيرسوناليزد ميديسن او العلاج الجديد في الرئه هو في المرحله الرابعه، اللي هي المرحله اللي كانت بتقول ربما مفيش علاج، من 6 ل 9 شهور بالعلاج الكيماوي، دي معدلات نجاه المريض اقصى حاجه سنه. لغايه التسعينات او الالفينات كان العلاج كله كيماوي بس، وكنا بنلاحظ ساعتها ان بدي بروتوكول علاج كيماوي لكل مرضى سرطان الرئه النان سمول سيل، نفس البروتوكول لكل المرضى. لو انا عندي 10 مرضى بياخدوا نفس البروتوكول، 85% من المصابين تقريبا بس المشكله ان انا كنت بدي البروتوكول واحد لكل المرضى، ولو انا عندي 10 مرضى اديتهم البروتوكول الاقي واحد بيستجيب استجابه كبيره جدا وطويله، اثنين بيستجيبوا استجابه قصيره، وسبعه ما يستجيبوش خالص. ما كنتش عارف ليه ده بيستجيب وده ما يستجيبش، لغايه ما بدا العلم يتقدم اكتر واكتر، وبدا نعرف ان في ان الكانسر عباره عن خلل جيني اللي هو الخريطه الجينيه. بدانا نرسم الخريطه الجينيه للمريض قبل ما نبدا العلاج، ونعرف الجين المسبب للسرطان في الرئه، وبالتالي ندي العلاج الموجه زي ما احنا شايفين كده. كان كل المرضى بياخدوا نفس العلاج، بدانا نعمل حاجه اسمها موليكولر اناليسيس للخلايا، عشان كده كنت بقول لك في الاول يعني العينه موليكولر اناليسيس، يعني معناها الحته دي مهمه قوي، معناها خريطه جينيه. يس، دي بشوف كل مجموعه عيانين الجينات اللي بتحرك الورم مين. انا عايز اقول لك ان مثلا انا عندي خدت عينه من ورم الرئه، هم لقوا ان الطفرات الجينيه في مريض ده
ورم بالرئه غير الطفرات الجينيه في مريض تاني، مع انه الاثنين ورم في الرئه. وعايز اقول لك ان لقوا انه الطفرات الجينيه اللي لقوها في مريض الرئه ممكن تكون مشابهه للطفرات الجينيه اللي موجوده في مريض بنكرياس، وده بياخد بروتوكول للرئه وده بياخد بروتوكول للبنكرياس. عشان كده التقدم الجديد اللي هو البيرسوناليزد او بريسيجن ميديسن يقول لك لا احنا في الفتره يعني اللي جايه دي يعني مفصل بطريقه على اساس الموليكولر بتاعه المريض، مش على اساس العضو، مش على اساس نوع سرطان الرئه شخصي. ده على اساس ان في طفره جينيه. انا بس هقول لك اللي انا فهمته، انه المشكله انه في عيب جيني معين وطفره طفره جينيه يعني معناها عيب جيني. ده اللي فهمه تمام، هو ده اللي تسبب في الورم، سواء ورم رئه سواء ورم بنكرياس. ممكن يكون الطفره الجينيه هي في الرئه، هي الطفره الجينيه في البنكرياس، هي في المعده، وبالتالي ممكن اعالج بعلاج واحد اعضاء مختلفه. لكن لغايه دلوقتي احنا بنعالج بالعضو. خليني اقول لك مثلا المريض خدت منه عينه من الرئه، الخطوه الثانيه بعمل تحليل اسمه بي دي ال 1 عشان اشوف يستفيد من حاجه اسمها العلاج المناعي او لا، وبعد كده اعمل الطفرات الجينيه. لو طلع العيان عرفت له بالخريطه الجينيه بتاعته ان في جين معين هو السبب، ده لازم ياخد علاج الموجه للجين من غير كيماوي خالص، ونسب الاستجابه ومعدلات النجاح زادت بنسبه 70% مع العلاج الموجه ده على اساس الجين بدون علاج كيماوي زي الحالات اللي احنا هنشوفها. لو البي دي ال 1 ده مفيش جين عندي اتعرفت عليه، يعني ممكن يكون في طفرات جينيه كتير جدا ومش عارف انهي جين هو اللي سايق الخليه وبيسبب التكاثر، لو التحليل البي دي ال 1 ده هو راس الافعى، هو لب المشكله، هو رئيس العصابه، هو الجين ده في زي الافلام كده هو ده الديب، هو ده الاساس في في السياق نفسه بتاع الكانسر او السرطان. لكن في بعض الاحيان ما بيبقاش في جين معين، ببدا اعمل تحليل البي دي ال 1. بي دي ال 1 زي ما قلت لك في الاول كان في ان الطفرات الجينيه حصلت فالخلايا السرطانيه طلعت. المفروض كلنا بيحصل لنا يوميا خلايا سرطانيه في جسمنا، لكن ربنا عمل لنا جهاز المناعه بيتعرف على الخلايا السرطانيه ويقتلها. الكانسر بقى لما طلع عمل طريقه، حط ماسك على نفسه، بروتين على سطح الخليه اسمه البي دي ال 1، ده عن طريقه بيعمل اختفاء قدام الجهاز المناعه، جهاز المناعه مش شايفه. ابن اللعيبه فراحوا دلوقتي خبيث قوي. اللي خد جائزة نوبل السنة دي هو اللي اخترع الاميونوسر الياباني والامريكي. جابوا انتي بودز مضادة، اجسام مضادة تشيل الغطاء ده من على الخلايا السرطانية، وبالتالي جهاز المناعة بدأ يرجع يشوف الخلايا السرطانية وهو اللي يهاجمها. فالعلاج المناعي هو علاج غير مباشر، هو انا بروح احفز الجهاز المناعي اقول له شوف الخلايا السرطانية وهو اللي يروح يحارب الخلايا السرطانية، وبالتالي علاج قوي جدا مفعوله لو جاب نتيجة مفعوله طويل جدا سنين، ممكن يعالج المريض فترات طويلة بدون أعراض الجانبية بتاعة العلاج الكيميائي. أنا معلش أنا هقول لك على جملة جت في دماغي دلوقتي بس لازم أقولها لك. السرطان في تصرفه ده أنتوا متخيلين السرطان بيعمل إيه؟ السرطان بيروح جاي حاطط قدامه زي ضباب. يس ضباب بالظبط بالظبط. سرطان نفسه ضعيف، الضباب ده مخلي جهاز المناعة ماشي مش حاسس ان في حاجة خطيرة، هو في ضباب مش شايف وراه ايه فمش عايز يضرب. الناس دلوقتي العلم وجايزة نوبل اللي اتخذت اخر سنة اتخذت عشان انا بجيب مضادات اخلي الضباب ده يدوب، فجهاز المناعة يرى بالظبط الورم فيروح جاي ايه بالظبط كده. ده اللي انا فهمته. ده تمام، ده بالظبط يعني نفس اللي حضرتك قلته بالظبط. والاهم من كده ان انا ما اديتش كيماوي، مفيش سقوط شعر، مفيش هبوط حاد، مفيش سايد افكت، خاصه مرضى سرطان الرئه بيكونوا فوق ال 60 سنه. ده في ناس قلبهم، في ناس ممكن لا قدر الله تموت من الكيماوي نفسه من الاثار الجانبيه بتاعته، عشان كده بسبب زياده في التجلط رينال افكشن. عشان كده انا قلت لحضرتك في الاول قبل ما ابدا التشخيص ببدا بتشخيص المريض نفسه والعضو نفسه هو هيستحمل ايه. yes. علشان لما اجي انقي العلاج انقي العلاج بناء على المريض قبل ما اعالج المرض نفسه. اها ايه اللي احنا شايفينه دلوقتي ده؟ هو ده العلاج المناعي، بيبقى عباره عن ادي الخلايا الـ 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 السرطانيه بتبدا ان هي يعني تختفي قدام الخلايا المناعيه، تبدا الاجسام المضاده اللي احنا شايفينها في الكيس ده، ده محلول بيتحط تنزل الاجسام المضاده دي تشيل الغطاء من على الخلايا السرطانيه تاني، وجهاز المناعه نفسه يشوفها ويروح يحارب كده. انا بعالج المرض بجهاز المناعه مش بالعلاج الكيماوي، وده احلى حاجه في الدنيا.
ده التقدم الكبير. شيء عظيم جدا. ده ويعني انا عايز اقول لحضرتك ان هو يعني زود معدلات النجاه بنسبه 70%. الناس اللي خدت علاج مناعي مقابل الناس اللي خدت علاج الكيماوي، معدلات النجاه في في في, في الناس اللي خدت علاج المناعي اكتر 70% من اللي اخذوا العلاج الكيماوي. ولكن العلاج المناعي مش لكل الناس. العلاج المناعي لغايه دلوقتي في المرحله الثالثه والمرحله الرابعه من سرطان الرئه، العلاج المناعي ينفع لو انا ما لقيتش الجين اللي انا بدور عليه سيء الخلايا. لان الاولى لو لقيت الجين اعالج الجين بحاجه اسمها العلاج الموجه. تمام. الجين بيفرز بروتين معين بيحفز تكاثر الخلايا. بالراحه بقى عليا في الحته دي والنبي معلش، الحته اصلها صعبه. احنا فهمنا كويس جدا العلاج المناعي، العلاج الموجه هو ايه بقى تاني معلش؟ الجين اللي بيسوق طفرة السرطان. اللي بيسوق السرطان، انا لو اتعرفت على الجين ده بيفرز بروتين معين على سطح الخليه او بروتين معين جوه الخليه، هو اللي بيحفز تكاثر الخلايا. العلاج الموجه ده هو اجسام مضاده هو كمان ضد البروتين ده، فبالتالي يوقف عمل البروتين وبالتالي يوقف تكاثر الخلايا. او اجسام صغيره مش اجسام مضاده تمنع الانزيمات اللي جوه الخليه اللي هي بيفرزها الجين برضو اللي هي بتحفز تكاثر الخلايا. فالعلاج الموجه هو علاج للكانسر سيل، للخلايا السرطانيه، على الميكانيزم او الطريقه اللي بتشتغل بيها الخلايا انا بروح اوقفها بالبريسيجن ميديسن او بالطريقه المباشره للخلايا السرطانيه فقط. ده لو عرفت ان في بروتين معين او في جين معين هو اللي مشغل الخليه فبستخدم علاج الموجه. لكن لو ما لقيتش جين بضطر ان انا استخدم لا اما العلاج الكيميائي او العلاج المناعي. لو التحليل بتاع البي دي ال1 اللي احنا قلنا عليه في الاول بوزيتيف ايجابي اكتر من 50% على سطح الخليه، يبقى المريض ده هيستفيد من العلاج المناعي. لكن لو سلبي اللي هو الضباب اللي انا حفظته لكن لو سلبي يبقى مفيش قدامي للمريض ده غير العلاج الكيميائي. المساله واضحه جدا 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 جدا. انت يعني ابدعت في شرحها رغم صعوبتها. لكن لازم ناكد للناس نسب الشفاء دلوقتي الوضع بعد هذه الطفره العظيمه من العلاجات، سواء العلاج الموجه او العلاج المناعي او العلاج الكيماوي اللي يعتبر معدل نقدر نقول. يمكن زي ما حضرتك قلت في الاول، كل ما يكون المرض مكتشف بدري المرحله الاولى والثانيه معدلات النجاه ومعدلات الشفاء منهم 100% بتوصل لغايه 85 ل 80%. لكن المرحله الرابعه هي اللي كان فيها الكلام، ان اضافه العلاج المناعي واضافه العلاج الموجه في الـ في الـ في الناس دول رفعت نسبه الشفاء ل 70%. لكن الكيماوي كان نسبة الشفاء تتراوح بين 17 ل 20%. يعني ده مريض كان جاي بمرحلة رابعة، كان منتشر للمخ وعمل استئصال لجزء من المخ وتشخص ان هو ورم في الرئة، وكان اللي على اليمين ده الورم قبل العلاج المناعي وتحسن رهيب بعد 3 شهور من العلاج المناعي. الراجل ده كان بي دي ال 1 بوزيتيف اللي احنا التحليل اللي كنا عاملينه، وبالتالي اول ما خد العلاج المناعي بدون اي علاج كيماوي ده كانت نسبة التحسن في خلال الفترة بتاعت العلاج المناعي. ده كان شاب صغير، المرض منتشر للعظام زي ما انت شايف كده في عظام الضلوع وورم في الرئه، مع ده خد علاج موجه. العلاج الموجه ده على فكره كان اقراص، بنعمل تحليل اسمه الاي جي في ار. الاي جي في ار ده كان ميوتنت عنده او في طفره جينيه في الاي جي في ار، وبالتالي خد العلاج المناسب للاي جي في ار ده. العلاج ده عنده أقراص. عنده جين معين هو اللي بيسوق السرطان، احنا عرفنا الجين بدانا نعمل شغلنا على الجين. خد اقراص، ودي نسبه التحسن بعد ما خد الاقراص العلاج الموجه كانت نسبه التحسن. يعني المريض ده كان بيدريدن قبل ما يبدا العلاج. المريض ده بعالجه كان قعيد في السرير ما يقرب من 4 سنين لغايه الان بياخد علاج، ودي نسبه التحسن عنده تقريبا شفاء 100%. ما شاء الله. دي برضو علاج موجه تاني، لقينا الجين عند المريضه دي اسمه ألك. احنا بنعمل تحليل جينات معينه منها الاي جي في ار زي المريض اللي فات، وده اسمه ألك. ألك فيوجن. يس. ده تحليل لازم يتعمل. طفره جينيه برضو لعبت دور في انها تعمل في الكانسر ده اللي سايق الخلايا زي ما احنا قلنا. اللي سايق الخلايا اسمه الألك. عشان كده انا بقول لحضرتك لازم في العينه في بدايه المرض لازم تكون عينه كافيه، لان انا بعرضها لتحاليل كتير وممكن استهلك الانسجه وممكن اقف في العلاج بسبب ان العينه مش كافيه عندي. ودي مريضه خدت دي في ميل مش مدخنه خالص. خدت علاج الموجه. ده كان الورم قبل علاج الموجه، ودي تقريبا دلوقتي سنتين بتاخد علاج موجه بدون علاج كيماوي نهائي، نسبه الشفاء تقريبا 100% بدون علاج كيماوي. ده التقدم اللي حصل. ده مريض خد كان مرحله ثالثه، بدا بالعلاج اللي تحت ده، العلاج الاشعاعي مع العلاج الكيماوي،
وبعد كده دلوقتي ماشي علاج المناعي كورس بعد العلاج الاشعاعي والكيماوي، لان لما بدي علاج اشعاعي وكيماوي ممكن يبقى في بعض الخلايا اللي موجوده بعد ما خلص الكورس، وكنت بسيب المريض واتابعه واشوفه هيرجع تاني ولا لا. دلوقتي لما بدانا ندي العلاج المناعي بعد الكيماوي والاشعاعي في المرحله الثالثه بغض النظر بي دي ال1 بوزيتيف او نيجاتيف، ده نسبه التحسن بعد الكورس من العلاج المناعي ومرض تقريبا سنه دلوقتي ما فيش اي مشاكل فيه. ده احنا دلوقتي كانوا بيسموه التيلورد ميديسن او التفصيلي او يعني البريسيجن. احنا اول من ادخلنا التيلورد ثيرابي ده الكلمه دي خاصه بعلاج التفصيلي في الهايبرتنشن، اول ناس كتبتها في الطب. بس يعني اللي هو العلاج التفصيلي كل واحد ياخد علاجه على مقاسه. بس ده يعني انا رايي الشخصي التيلورد ميديسن في سرطان الرئه اوكي، انا بعمل التحاليل بس بعملها اللي هي ابروفد في سرطان الرئه. لكن انا شايف دلوقتي الاقوى من التيلورد ميديسن هو البريسيجن ميديسن. بريسيجن ميديسن فارق شويه عن التيلورد ميديسن. البريسيجن ان انا مش بعالج لان كانسر زي ما قلت في الاول، انا بعالج جينات. فانا باخد العينه وبفحص الجينات كلها، مش بدور على حاجه معينه. يعني التيلورد انا بدور على الاي جي اف ار، بدور على الالك، بدور على البي دي ال 1، بدور على طفره جينيه معينه اللي انا اعرف له علاج. لكن انا دلوقتي في تقدم اكتر ان انا ممكن اشوف الطفرات الجينيه كلها، ممكن يطلع طفرات جينيه ثانيه ملهاش علاج بس تعرفني المريض ده ممكن يمشي مع العلاج الفلاني ازاي. يعني انا مثلا لو لقيت الاي جي اف ار استباقي، يعني ممكن يبقى في جينات ثانيه تمنع الاستجابه للعلاج اللي انا هديه. ممكن الاقي جينات تانية تعمل اعراض جانبيه اكتر لو انا هدي العلاج ده. فبالتالي لا، انا انقي علاج تاني يكون اقل اعراض جانبيه وزياده في الفاعليه بناء على التحليل ده. طبعا كل ما التكنيك بتاع التحليل بيبقى افضل، كل ما يديني معلومات اكتر عن المريض وعن المرض، وبالتالي انقي العلاج باقل اعراض جانبيه. عشان كل اللي يهمني في سرطان الرئه حاجه بسميها كواليتي اوف لايف، يعني ان المريض يعيش حياه مرتاحه. لان 70% من المرضى بيجوا المرحله الرابعه. المرحله الرابعه ده يعني المريض بنسبة كبيرة مش هيبقى فيه شفاء 100%، لكن أنا أقدر أحاول بالعلاج المريض لمرض مزمن زي الضغط والسكر يتعايش معاه سنين. فبالتالي لازم اللي يكون العلاج اللي أنا بديه ملوش أعراض جانبية ويكون فعال فترات طويلة، وما يكونش بيد ريدن، ما يكونش الإنسان نايم في السرير يقدر يتحرك يمشي صحيح، ممكن ما يكونش بكامل لياقته لكن يقدر يروح، لو بيشتغل يقدر يروح شغله ويرجع من شغله، ما يكونش شغل شاق بس يقدر يتحرك يروح ويجي يخدم بيته وما يحتاجش ان بيته يخدمه. بالظبط، العيله تشتغل، ابنه يروح شغله، الدخل يزيد، يقدر يتعايش، وبالتالي الحاله النفسيه للمريض وللعيله تبقى مختلفه تمام. انت ابدعت ميرسي بجد والله ابدعت. انا احييك جدا وسعيد جدا بان انا يعني شفتك النهارده، وسعيد جدا بهذا الحوار العلمي الراقي جدا. مبسوط يعني انه اولا وهنيك على اختيارك لعالم الاورام، لانه هو عالم رحب. وأنا في رأيي اختيار عالم الأورام في الطب كما أنه يعني بيعرضك إلى ضغوط نفسية كبيرة جداً أكيد جداً طبعاً. وأنا أحيي كل زملائنا في عالم الأورام، لأن الناس دي أولاً مش أي دكتور يقدر يتحمل أن يكون دكتور أورام، صعب قوي طبعاً، صح قوي. أكتر زي مثلاً عندنا في الحالات الحرجة لازم في ثبات انفعالي كبير، وزي الجراحه وكل فروع الطب عايزه بس في فروع عن فروع يعني. بس احنا دايما بنتعامل مع المريض في اضعف الحالات بتاعته والعيله بتاعته كمان، وبيقعد معاك فتره وبتشوف وبيبقى طبعا يعني عايز حاله خاصه جدا جدا. بس النهارده احنا استفدنا، النهارده رفعنا مستوى الحوار لدرجه كبيره جدا. انا ما بنكرش ان واحنا بنتكلم النهارده انا نفسي كنت قاعد مركز جدا عشان ما فيش حاجه تهرب مني، فبال كنتوا. انا في حاجات انا متاكد ان انتوا في حاجات مش فاهمينها، حلقه صعبه، لكن احنا بسطناها لاقصى درجه ممكنه. لكن في النهايه عايز اقول لكم ان انتوا النهارده لو طلعتوا بفكره انه في علاجات حديثه جدا زي العلاج الجيني والعلاج الموجه والعلاج المناعي، وفهمتوا المعاني العامه لكلمة علاج جيني، يعني ايه جين بيسوق ورم والطفرات اللي فيه هي اللي بتلعب دور في ان الورم ده يتوجد، مش على مستوى مكان واحد، ربما على مستوى عدة اماكن، وانه في علاج دلوقتي بيتعامل مع هذا الجين، وانه يعني كلمة مناعي انه سرطان بتصرفه الخبيث بيجعل ضباب امامه فبيبدأ يبقى ماسك
ماسك كده بينه وبين جهاز المناعة، احنا نقدر نشيل هذا الطباب ونعرضه لجهاز المناعة يبقى اكسبوز، يبقى عريان ويتضرب على دماغه الابن اللذين ده، ده يبقى انتوا كده وصلتوا لمعنى مهم جدا. لكن انا بشكرك على انك شرفتني النهاردة في الدكتور الاسم المتميز للغاية الاستاذ الدكتور احمد علي عبيه، استشاري علاج الاورام بكلية الطب جامعة الزقازيق، استشاري طب الاورام بالمركز الطبي العالمي، عضو جمعية الاوروبية للاورام، عضو جمعية الامريكية للعلاج بالاورام، وطبعا يعني الاسم المتميز للغاية وجزء كبير او هو رأس مؤسسة مهمة جدا في منطقة بتخدم واحدة من أجمل مناطق مصر طبعا اللي هي شرقية، شرقية وإيه كمان؟ الدلتا. الدلتا الدلتا وإسماعيلية وبورسعيد، أحلى حتة في مصر. لأن أنا شرقية. بس أنا مبسوط إن أنا شفتك النهاردة بعد السنين الطويلة دي. طبعا ميرسي كتير وطبعا شرف لينا كبير إن إحنا مع حضرتك النهاردة، وإن شاء الله على طول بإذن الله. أنا اللي سعيد جدا جدا بالاجتهاد الرائع والأداء العلمي الرائع. ميرسي يا دكتور. نورت. ميرسي يا دكتور. خليكم دايما مع الدكتور.